بسم الله الرحمن الرحيم، مساء الخير واهلا بكم في تغطيه خاصه من الماتش على قناه صدى البلد لقمه نهائي كاس مصر الاهلي والزمالك عن نسخه 2020-2021. الاثنين تاريخ والاثنين عنيدين والاثنين اكيد طموحهم واحد وهو التتويج ببطوله كاس مصر، والاثنين اكيد هيرفضوا الخساره، والاثنين اكيد هيرفضوا اي ظروف ممكن تؤدي الى خساره هذه البطوله، بطوله جايه في توقيت صعب جدا على مستوى ختامها، لان هي بتحدد من يتوج ببطوله وربما تحدد مسار الفريقين في بطولتين اخريين، سواء بطولة النفس الطويل بطولة الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم أو حتى بطولة كأس مصر للموسم الحالي باعتبار أن دي نسخة الموسم اللي فات. مفيش أي ظرف من الظروف الحالية يخليك تبقى متأكد أبداً أن فريقك هيكسب أو أن فريقك هيخسر، سواء كانت نتائج سابقة بين الفريقين عبر التاريخ أو كانت نتائج فارقة أو سابقة بين الفريقين عبر مسابقة الدوري وآخرها كانت من شهر أو أقل ما بين الفريقين وانتهت بالتعادل، أو حتى طريقة لعب الفريقين أو حتى النتائج السابقة لكل فريق على حدة سواء في البطولة دي أو في بطولة الدوري المصري الممتاز. يعني صدارة الزمالك للدوري لا تعني أن الزمالك هو الأقرب للفوز باللقب، أن خسارة الأهلي أمام بيراميدز في الجولة الأخيرة من الدوري المصري الممتاز لا تعني أن الأهلي هو الأقل حظوظا لقنص اللقب. كل الظروف المحيطة بالمباراة من فريقين، من قائمة الفريقين، من حتى مدربي الفريقين، بل حتى منك أنت كمشجع سواء للأهلي أو من الزمالك، سواء قدام التلفزيون دلوقتي أو في المدرجات في استاد القاهرة، كلها بتقول أن احنا أمام مباراة مرتقبة مثيرة ممتعة غير كونها مباراة أهلي وزمالك. فكل اللي بيحيط بلقاء الأهلي والزمالك بيخلينا بنعد الدقائق والثواني حتى تنطلق صافرة بولندية معلنة بداية مصرية بين أهلي وزمالك بإدارة فنية برتغالية، لنرى من سيتوج بها في النهاية، الأحمر أم الأبيض. لو أنت أهلاوي قول يا رب، ولو أنت زملكاوي أكيد قول يا رب. هنتكلم كتير قوي عن كل ما يحيط بالفريقين قبل انطلاق القمة، وهينورني خلال دقائق النجمان الكبيران الكابتن ضياء السيد والكابتن وليد صلاح عبد اللطيف، نجماء الأهلي والزمالك السابقان، ومع بعض بقى كده نحلل نشوف مين ممكن يعمل ايه. سواريش في أول قمة هيشتغل ازاي، فيريرا في قمة أصبح فيها خبيرا هيشتغل ازاي، والدنيا هتمشي ازاي، مين هينفذ تعليمات أكتر، مين هيبقى مركز أكتر، مين هيبقى أهدأ دفاعا أكتر، مين هيبقى أهدأ هجوما أمام مرمى المنافس أكتر، أي الحارسين سيتألق أكتر، ومن سيصنع الفارق في النهاية، من سيحتفل ومن سيحتاج إلى وقت قصير جدا لعلاج جراحه كي يستمر في منافسات أخرى فيما تبقى من هذا الموسم الطويل. البطولة الحالية من بطولة كأس مصر اللي هي بتاعة النسخة اللي فاتت اللي بتخلص النهاردة بدأت من يناير 2021، يعني بطولة بقالها بالظبط سنة ونص. ده بتكلم هنا على الدور التمهيدي الأول بتاعها، لكن الدور ال 32 من هذه البطولة بدأ في فبراير، يعني أنت بتتكلم في سنة وخمسة أشهر بتقام فيها بطولة تأرجحت ما بين مش لاقيين لها مكان الموسم اللي فات، ما بين هنلغيها ولا هنكملها الموسم ده حتى استقر على استمرارها بسبب أمور رعاية، والحقيقة أنه ده مخلينا بنشوف قمة جديدة من قمم الكرة المصرية. خلال السنة ونص اللي بدأت فيهم بطولة كاس مصر اللي هتخلص النهاردة حصلت حاجات كتيرة قوي. تعالوا نشوف أهم المتغيرات، قعدنا أنا وزمايلي نفكر إيه اللي حصل في الكرة المصرية خلال الفترة السنة ونص دي، تغير كتير. تعالوا نشوف إيه اللي تغير. اتغير مدربين وتغير أجهزة وتغير مجالس إدارات. يعني مثلا منتخب مصر خلال السنة ونص حيث بدأت بطولة كأس مصر في النسخة اللي بتخلص النهاردة وتنتهي، تولى تدريبه أربعة مدربين، بدأت وإحنا بيدربنا حسام البدري، وجاء بعده كارلوس كيروش، وجاء بعده إيهاب جلال فترة قصيرة، والآن تسلم روي فيتوريا المسؤولية. أربعة مدربين لمنتخب مصر منذ انطلاق كأس مصر في النسخة الحالية حتى نهايتها. تولى تدريب الأهلي ثلاث مدربين، بيتسو موسيماني بدأها، سامي قمصان كمل في ماتشين وعدى،
ريكاردو سواريش يقود الآن النهائي بعدما قاد نصف النهائي ومر من بتروجيت. الزمالك هنروح له أكيد، لكن سواريش نفسه خلال الفترة اللي بدأ فيها الكاس وبيخلص فيها النهاردة كان هو مسك فريق فيسنتي البرتغالي في نوفمبر 2020 وأنهى تدريبه لفريق فيسنتي في يونيو 22 وجاي على سيمي فاينل وفاينل في بطولة هي الأطول على مستوى بطولة كأس مصر. على مستوى الزمالك في النسخة الحالية اللي بتخلص النهاردة تولى تدريبه ثلاثة مدربين، هم باتريس كارتيرون بدأها، أسامة نبيه مؤقتا كملها، فيريرا الآن بينهيها. على مستوى أبرز الأرقام في كرة القدم المصرية، فخلال بداية كأس مصر بدأها أحمد مجاهد رئيسا للجنة ثلاثية تدير اتحاد الكرة المصرية، ويختتمها جمال علام رئيسا لمجلس منتخب انتخب في يناير الماضي، في الوقت اللي رئاسة نادي الزمالك نفسها تولاها ثلاثة رؤساء خلال بطولة كأس مصر، عماد عبد العزيز، حسين لبيب، والآن مرتضى منصور مع حفظ الألقاب لهم جميعا. خلال يناير 2021 حتى يوليو 2022 حيث بطولة كأس مصر انتخب محمود الخطيب لدورة انتخابية جديدة في النادي الأهلي مع حفظ الألقاب، تشكيل رابطة الأندية المحترفة المصرية لأول مرة برئاسة أحمد دياب في سبتمبر 2021. كل ده حصل والكاس صامد والكاس مكمل، الكاس شغال، ولكن الأكيد أن لكل بداية نهاية، ونهاية كأس مصر ستكون اليوم وتحديدا في 11 مساء أو ربما تزيد قليلا إذا قرر الفريقان عدم الحسم خلال 90 دقيقة من المباراة. دي أجواء من استاد القاهرة دلوقتي، حالا دلوقتي بكاميرا بنغطيها لحضراتكم الأجواء دي، بعض اللقطات لجمهور النادي الأهلي في مكانه المفضل الثالثة شمال بيدعم يتوافد منذ 5 مساء وقبل انطلاق المباراة بأربع ساعات. على الناحية الثانية هنشوف كمان جمهور الزمالك وهو بيتوافد على استاد القاهرة. الحقيقة إن الأجواء كلها حلوة، الاستاد وأنا في الطريق جاي على هنا شايف الناس بدأت تتحرك وشايف الأعلام ومتحمس جدا للأعلام نفسها وهي مرفوعة احتفالا بانتصار أي من الفريقين. جمهور الزمالك في مكانه المفضل الثالثة يمين دايما بينصحوا بعض هنا وهنا، ما تشجعش، اهدى اهدى في الحر ده، وفر طاقتك وحاول تخليها بس في أحداث المباراة لأن أكيد صوتك مؤثر ولأن هتافك بيزيد إثارتنا احنا واحنا بنتفرج وبيزيد حماس لعبتك وهم بيلعبوا في أرض الملعب. تعالوا مع بعض نستعرض بقى مشوار الفريقين خلال النسخة الحالية من بطولة كأس مصر حتى وصل الأهلي لمواجهة الزمالك وحتى وصل الزمالك لمواجهة الأهلي. المشوار البداية مع الأهلي كان بدأ في إبريل بدور 32 حين فاز على النصر بنتيجة 2-1، في سبتمبر 21 في دور 16 فاز على إمبي بهدف دون مقابل، في ربع النهائي تأجلت بعيدا حتى جاءت في يونيو 22 وفاز على بيراميدز بهدفين لهدف قبل أن يفوز على بتروجيت في نصف النهائي في مواجهة قادها سواريش بنتيجة 2-2. على الجانب الآخر فمشوار الزمالك نحو نهائي كأس مصر بدأه بالفوز على حرس الحدود بثلاث أهداف مقابل هدف واحد في إبريل 21، فاز على الإسماعيلي بهدف دون مقابل في مايو 21، وفي يونيو 21 يعني بصوا بعد يعني قبل سنة من ماتش الأهلي في ربع النهائي كان الزمالك بيكسب في ربع النهائي مصر المقصة. طبعا جداول بتروح وجداول بتيجي، ماتشات بتتأجل ماتشات بتتحط، كسب الزمالك وقتها المقصة بهدفين، وفي مايو مر من أسوان أو أفلت من فخ أسواني صعيدي وفاز بهدفين لهدف فتأهل لمواجهة الأهلي. الحقيقة أن مواجهة النهاردة هي مواجهة برتغالية برتغالية على مستوى المديرين الفنيين، فيريرا اللي لعب قدام الأهلي أكتر من مرة في مواجهة سواريش اللي بيلعب لأول مرة أمام الزمالك، هي مباراة بتحدد كثيرا إحساس المشجع تجاه مدربه. ممكن أخسر ماتش، ممكن أتعادل ماتش، ممكن أفقد نقاط، ممكن تخسر يا فيريرا قدام طلائع الجيش وقدام إمبي ماتشين ورا بعض، هفضل أحبك لأن أنت في الآخر عندك فرصة للتعويض. ممكن أنت كمان يا سواريش تخسر من بيراميدز، مش هزعل منك لأن لسه عندنا دوري، لكن تخسر يا فيريرا من الأهلي
او تخسر يا سواريش من الزمالك، لا هنا هقف وابدا اتهز وابدا اقلق. وليك في موسيماني دليل، ليك في موسيماني دليل، حبه في قلوب جمهور الاهلي هو اساسا نشا بسبب ماتشات الزمالك، سواء بقى في ماتش الدوري بتاع الدور الاولاني او اول ماتش بيقوده ضد الزمالك في بطوله نهائي دوري ابطال افريقيا. فيريرا نفسه حب جمهور الزمالك ليه جاي له من انه خد الدوري على حساب الاهلي، ثم حصد الكاس على حساب الاهلي في النهائي 14 15، بل وزاد الحب بسبب مباراه الدور الثاني اللي انتهت بالتعادل 2-2 بقائمه لا تبدو هي الافضل للزمالك، كان متاخرا اجرى تعديلات تحسن الوضع، تعادل فتقدم قبل ان تنتهي المباراه بالتعادل. وبالتالي احنا قدام مدربين كل واحد فيهم هيحاول يظهر قدراته ويحاول يتوج ببطوله ويحاول يثبت اقدامه في قلوب مشجعي الفريقين. مرتين سابقتين لكن هناك في اوروبا في البرتغال حينما كان يقود المدير الفني للزمالك حاليا فيريرا فريق بوافيشتا البرتغالي، وكان يقود سواريش جيل فيسنتي هناك ايضا في البرتغال. ايه اللي حصل؟ ده كسب 2-1 وده كسب 2-1. مباراه الدور الاول ارقامها بين الفريقين كانت بتقول التالي، حينما فاز جيل فيسنتي على بوافيستا كانت النتيجه 2-1. طريقه اللعب كانت بالنسبه لسواريش 4-3-3، وده اللي بيطرح التساؤل النهارده، 4-3-3 ولا 4-2-3-1؟ الناحيه الثانيه كان فيريرا بيلعب بطريقه 4-4-2. انتهت المباراه باستحواذ كان الافضل في فريق بوافيشتا بقياده فيريرا، لانه كان 58% و42% لسواريش الغير الباحث عن الاستحواذ وقت جيل فيسنتي بشكل كامل. اما على مستوى التسديدات كان 16 لفيريرا مقابل 12 لسواريش، تسديدات على المرمى كانت 5 لفيريرا 5 لسواريش، التمريرات كانت 427 لفيريرا 312 لجيل فيسنتي، 79% دقة التمريرات لفريق فيريرا و 74% لفريق سواريش، الأخطاء كانت 11-24 والركنيات كانت 3-5 أكثر لفريق ريكاردو سواريش. النتيجة تبقى هي الأهم، فاز سواريش على فيريرا. ثم تقابلا من جديد في مباراة الدور الثاني من نفس النسخة، وفاز هذه المرة فيريرا على سواريش بنفس النتيجة 2-1، برضو بنفس طريقة اللعب 4-3-3 لسواريش، لكن الناحية الثانية 3-5-2 فيما يبدو شبيها للي بيلعب بيه دلوقتي فيريرا مع الزمالك، بثلاثة في خط الدفاع في بعض المباريات أو في بعض أجزاء بعض المباريات. الاستحواذ كان المرة دي لسواريش أكتر، 62% مقابل 38%، 18 تسديدة لسواريش مقابل 17، اللي على المرمى من ال 17 لفيريرا كانوا 7 واللي من ال 18 لسواريش كانوا 4، تمريرات فريق سواريش كانت أكتر ب 491 مقابل 301 لفيريرا، دقة التمرير كانت برضو أكتر لسواريش 83% مقابل 77%، 7 أخطاء مقابل 12، 7 ركنيات مقابل 8. وسبحان الله تلاقي إن الإحصائيات بتقول إن الفريق اللي مسيطر أكتر من هذين المدربين هو اللي بيخسر، اللي بيستحوذ أكتر هو اللي بيخسر في النهاية. من يستحوذ أكتر هذه الليلة ومن سيفوز هذه الليلة؟ أكيد بنرى ونترقب مباراة في قمة من قمم الكرة المصرية، هي المواجهة رقم 32 على مستوى نهائي بطولة كأس مصر ما بين الأهلي والزمالك، أولها كانت في العشرينات وفاز الأهلي، آخرها كانت في 2016 وفاز الأبيض الزمالك. دي بعض المعلومات والتفاصيل والدنيا ماشية إزاي، وأكيد هنشوف كمان شوية مراسلينا عندهم إيه سواء في المحافظات المختلفة سواء في الاستعدادات ماشية إزاي، أو حتى زملائي من استاد القاهرة اللي موجودين هناك عشان يقولوا لنا الأجواء الجماهيرية خلال الدقائق المقبلة. ده كله هيكون في حضور نجمينا الكابتن ضياء السيد والكابتن وليد صلاح عبد اللطيف بعد الفاصل في الماتش ضمن تغطيتنا لنهائي بطولة كأس مصر 2020-2021. اهلا بحضراتكم مره تانية في الماتش، وقبل تقريبا ساعه ونص او اقل قليلا بالظبط، يعني ساعه وعشرين دقيقه من انطلاق نهائي بطوله كاس مصر في النسخه الماضيه اللي بتختتم دلوقتي بعد سنه ونصف من انطلاقها، هينورنا نجمين كبيرين من نجوم الكره المصريه الكابتن ضياء السيد والكابتن وليد صلاح عبد اللطيف. كابتن ضياء
اهلا بيك، منور الدنيا كلها. اهلا بيك يا هاني، وبرحب طبعا بالكابتن وليد. والله زمان، وحشتني والله، وانتم كمان وحشتوني، صدى البلد كلها. دايما بتنور في صدى البلد، ربنا ودايما صدى يخليك. البلد بتبقى فرحانه بوجودك اهلا كابتن بيك يا وليد. هاني، اهلا بيك والنجم الكبير الكابتن وليد صلاح عبد اللطيف. كابتن وليد اهلا بيك، منور الدنيا كلها. هاني، ربنا يخليك يا هاني. وانا سعيد طبعا اني متواجد مع الكابتن ضياء. اهلا بيك يا وليد، يعني اسم كبير في عالم الكرة والتدريب، وشرف كبير ان انا ابقى متواجد معاكم. ده الشرف لينا يا ريس، شرف كبير لينا وجودكم انتوا الاثنين. قبل ما ندخل في تفاصيل المباراة ورؤيتنا للقاء، تعالوا مع بعض نروح لأجواء خارج الناديين، سواء الزمالك أو الأهلي أو الأهلي والزمالك. والبداية هتكون من أمام نادي الأهلي، حيث الزميل أسامة عيد. أسامة، تحياتي ليك من أمام النادي الأهلي. أوصف لنا الأجواء قبل ساعة وثلث من بداية المباراة. تحياتي ليك زميلي العزيز هاني حتحوت وضيوفك الكرام الكابتن ضياء السيد نجم النادي الاهلي والكابتن وليد صلاح عبد اللطيف نجم نادي الزمالك. امام النادي الاهلي الاجواء هنا يعني نقدر نقول الكل يترقب هذه المواجهه، كل الناس نفسها تحلم بفوز الاهلي باللقب. يقول جمهور الاهلي ولسان حالهم ان الاهلي ما بيزعلناش ماتشين ورا بعض، وده كان من قدرنا نوصله من الكواليس رساله الكابتن محمود الخطيب للاعبي النادي الاهلي، ان هم لازم يصالحوا جماهيرهم النهارده، لازم ان هم يرجعوا تاني ثقه جماهيرهم فيهم. النهارده برضو الكابتن محمود الخطيب من الملاحظات الرائعه اللي احنا بنرصدها، مش بس بنرصد حال اللاعبين وحال الفرق الرياضيه اللي هتلعب النهارده، الجمهور النهارده في اعضاء الجمعيه العموميه للنادي الاهلي اتوفر لهم شاشات عملاقه لمشاهده المباراه، وكان في كلام محترم ان قد يكون بعديها في احتفال رائع مع الجماهير في حال فوز النادي الاهلي، وده كان تنبيه وكان جزء مهم جدا حرصت منه مجلس اداره النادي الاهلي. النهارده تركيز، وكان من ابرز الحاجات النهارده اللي اتقالت للاعيبه ان لازم الخبرات اللي موجوده في النادي الاهلي واللاعيبه الدوليين النهارده يكون لهم دور كبير في حسم هذه البطوله، لانها يعني هي اللي تقدر تقول هتبني عليها النادي الاهلي الفتره اللي جايه واستعادته ومنافسته على الدوري، ولا الامور هتكون صعبه لنهايه الموسم. اكيد النهارده بنتمنى ان المباراه تكون يعني رائعه بين الفرقتين، روح رياضيه تكون موجوده وتليق بهذه الحماس وبهذه الروح اللي شايفينها من جماهير النادي الاهلي وجماهير الزمالك ايضا. شكرا أسامة عيد من أمام مقر استاد النادي الأهلي في الجزيرة، وإلى داخل نادي الزمالك في ميت عقبة في المهندسين مع الزميل أسامة إمام. أسامة، تحياتي ليك، وحشني وأتمنى تكون بخير، واسمع منك إيه الجديد وإزاي بيستعد أعضاء نادي الزمالك قبل المباراة. تحياتي ليك زميلي العزيز هاني حتحوت، وحشني انت كمان جدا، وتحياتي لضيوفك الكرام كابتن ضياء السيد والكابتن وليد صلاح عبد اللطيف. يمكن احنا شويه حظنا احسن موجودين داخل مقر نادي الزمالك بعد سماح طبعا المستشار مرتضى منصور رئيس النادي بدخول الكاميرات لمتابعه اجواء لقاء القمه، لقاء الاهلي والزمالك في نهائي كاس مصر. الامنيات والدعوات وكل التحافز طبعا لجماهير نادي الزمالك والاعضاء نادي الزمالك حول لقاء القمه النهارده. 9 شاشات في ارجاء النادي، في مختلف ارجاء النادي موزعين النهارده، هيتم عرض المباراه عليهم وهيتم عرض الاستوديوهات التحليليه للمباراه عليهم. الكل في انتظار وشغف لهذا اللقاء، حضور كبير جدا من اعضاء النادي اللي بيتوافدوا على وجود النادي النهارده او تواجد في النادي وحضور المباراه ومشاهده هذا اللقاء وتشجيع نادي الزمالك من مقره في ميت عقبه. يمكن المستشار مرتضى منصور من دقائق غادر النادي، وقبل ما يغادر النادي قال للجميع ان احنا طبعا عشان ما يبقاش فيه تكدس وازدحام هنقفل البوابات على الساعه 8 وربع بالكتير، فكلنا كده نحاول نلتزم باماكننا ويكون في كده حاله من الود ويعني نقدر نقول التعاون ما بين اعضاء النادي عشان يبقى فيه مشاهده ممتعه للمباراه والتشجيع الدائم لاعضاء نادي الزمالك. بالطبع الكل الاجواء هنا الاجواء بيضاء، الاجواء زملكاويه، والكل في انتظار طبعا هذا اللقاء. زميلي هتحط يعني هتحط كده طبعا دي التصور والاجواء داخل طبعا مقر نادي الزمالك. الان عوده اليك في الاستوديو، إليك الكلمة. شكرا أسامة إمام من داخل نادي الزمالك قبل مواجهة الفريق الأبيض ضد الأهلي في استاد القاهرة اللي هتنطلق في تمام 9 من القاهرة ومن الجيزة، حيث نذهب إلى السويس مع الزميل محمد حلمي. حلمي، تحياتي ليك، احكي لي إيه الأجواء، إزاي بيتابع جمهور السويس هذه القمة؟
تحياتي لك زميلي العزيز هاني حتحوت من ارض السويس الباسله ومن داخل احد اعرق الانديه الشعبيه نادي منتخب السويس. يحتشد الجميع لهذه المباراه الجميله، مباراه الاهلي والزمالك، نتمناها جماهيريه، نتمناها تشجيع من العيار الثقيل، نتمناها ان يتفرح الجمهور الكره المصريه. جمهور السويس بيشوف المباراه في اكثر من مكان، ولكن هنا بيت السويس نادي منتخب السويس اللي بيحتضن جميع المباريات القوميه والكاس مصر اللي بينتظره الجميع من فتره كبيره، ولكن النهارده كل الجماهير بتحتشد، كله بيتمنى روح رياضيه، كله بيتمنى مباراه قويه داخل الملعب وخارج الملعب مع جماهير العاشقين لكره القدم في محافظه السويس. كان هذا كل ما لدي زميلي العزيز هاني حتعود. شكرا محمد حلمي، شكرا اسامه عيد، شكرا اسامه امام، واكيد هتبقى لينا جولات كثيره قبل المباراه واكيد بعد المباراه عشان نشوف مين اللي كسب ومين اللي ما كسبش، والاحتفالات عامله ازاي، واراء كل المتابعين للقمه. الى داخل الاستوديو من جديد مع الكابتن ضياء السيد والكابتن وليد صلاح عبد اللطيف. كابتن ضياء، منور الدنيا كلها، نخليك هنا. قمه اتحط موعدها دلوقتي، الطريقين وصلونا لقمه جديده من القمم، المره دي في نهائي بطوله كاس مصر، بظروف مختلفه جدا للفريقين، مش سهله عند الفريقين لكن مختلفه. شايف ازاي المباراه؟ ظروف مختلفه جدا طبعا، الموسم ممتد، نعم، داخله فيها في منافسه الدوري، فجأة قرار بأنه كاس القديم لازم يتلعب، داخل في وسط دوري مضغوط، مضغوط على الأندية كلها، تحديدا أكتر النادي الأهلي لأنه كان مشارك في بطولة أفريقيا وكاس العالم للأندية، ويعني كذا مشاركات خارجية أدت أنه هو يبقى مضغوط أكتر، يعني هو في النهاية الدوري دلوقتي مضغوط، في إخفاقات، خسارة نقاط للأهلي مأثرة بشكل كبير جدا على اللقاء ده تحديدا، لانه بطولة جاية في وقت المفروض النادي الاهلي انه بينافس على الدوري، فقد نقاط، خلى الزمالك بقى متفوق بالنقاط بعد ما كان عنده مؤجلات بتتيح لي انه يبقى في فارق 5 نقاط، فالاحداث دي كتيرة جدا على اللعيبة، ضغط كتير، واهم حدث في ده كله تغيير مدرب في وسط الموسم. صح، تغيير مدرب دي من اهم الاساسيات في انتظام فريق او في استقرار فريق، خصوصا على المستوى الفني، لانه بتتغير مدرب اشتغل 20 شهر مع فرقه، خد بطولات، لعب، سمعوه هو بس في تعليماته، في التكتيك بتاعه، بتنتقل الى مدرب اخر، وده تاثيره بان في نتائج الدوري الاخير. مظبوط، فكل الحاجات دي كلها اتجمعت على ماتش الكاس. يا اما انت تنقل نفسك لمرحله المنافسه اللي هي بروح عاليه في الدوري، انك تاخد البطوله وتكسب، او انك بتدخل في السرداب بتاع اللي هو ايه، عايزين نرفع المعنويات، احنا خسرنا، عايزين نلحق، عايزين كل ده، تحت ضغط بيبقى فيه صعوبه بالنسبه للاهلي. فالاهلي في موقف مهم جدا، هو صعب لكن مهم جدا انه يطلع نفسه. صح، من كل، لانه اثار اللي قبل كده تعويض للي فات ياثر على اللي جاي. كابتن وليد، كل اللي قاله الكابتن ضياء دلوقتي هي ظروف صعبه للاهلي، وبالتالي هي ظروف بترجح كفه الزمالك، لكن هل ظروف الزمالك نفسه بترجح كفته للفوز النهارده في الكاس معنويا؟ ليه؟ اقول لك، خلينا نقول ان اداء نادي الزمالك في الفتره الاخيره مع النقص العددي ومفيش اوراق رابحه بشكل كبير بره، مع الفوز، مع الاداء، مع فيريرا اللي هو مدير فني على مستوى عالي جدا، شايف ان الروح المعنويه والحاله الذهنيه للاعيبه نادي الزمالك يعتبر المعطيات بتقول هي اعلى شويه من النادي الاهلي. دي بالمناسبه لقطات لوصول حافله نادي الزمالك او فريق الزمالك الى استاد القاهره الدولي قبل انطلاق المواجهه بساعه وعشر دقائق تقريبا بكاميرا زملائنا من برنامج الماتش قبل الوصول. كل المعطيات المعنويه بتقول ان الزمالك مرتاح نفسيا. 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 ها. وخصوصا مع فقدان النادي الاهلي الماتشات اللي فاتت، ونادي الزمالك دلوقتي فارق بثلاث نقاط في حاله فوز النادي الاهلي، فاعتقد ان الحاله الذهنيه والمعنويه والنفسيه للنادي الزمالك اعلى مع النقص العددي. لو جينا بصينا النادي الاهلي، النادي الاهلي عنده فرقتين، او بيتميز ان هو عنده فرقتين اسماء كبيره، لكن في خلل حصل الفتره اللي فاتت دي، وانا شايف ان موسيماني من احد اسبابها،
لان النادي الاهلي بيمتلك لعيبه على مستوى عالي جدا، ولعيبه كانت لازم تبقى موجوده في منتخب مصر في فتره من الفترات. لكن الدروب اللي حصل للنادي الاهلي في حاجات غريبه حصلت في النادي الاهلي، ده اللي خلى المستوى الاداء الفني يتراجع بشكل كبير جدا. لو جينا قارنا بين الفرقتين هنلاقي ان النادي الاهلي يتميز عن نادي الزمالك ان هو بيمتلك فرقتين او بيمتلك لعيبه اعلى تمام في الكم، وفره عدديه، وفره عدديه، لاعبين قادرين على احداث الفارق. صحيح. في العادي صحيح. لان نادي الزمالك ما عندوش، لان فترات القيد احنا عارفين والكلام ده كله. لكن عنده واحد زي مثلا شيكابالا لو نزل بيغير الشكل بشكل كبير جدا، بقاله كذا ماتش. بن شرقي من احسن اللعيبه الاجنحه الموجوده في مصر، لعبت كامل راس حربه تاني. ايوه. وده ما بنلاقوهوش خالص في الاجنحه اللي موجوده. زيزو المجهود البدني اللي ينقصه برضه اللي هو يكمل في الناحيه العكسيه فيرو التاني. امام عاشور ماشي بشكل كويس. الفكره كلها برضه ان حاله اللعيبه في المباراه النهارده هي اللي هتحدد مهما كانت المعطيات. حتى الكابتن ضياء قال ان برضه ما فيش توقعات، وده وانا بتفق معاه تماما، لان ممكن حاله اللعيبه النادي الاهلي حاليا تبقى احسن في الملعب عن الزمالك. لكن المعطيات بتقول زي ما احنا قلنا ان الزمالك اهدى شويه واحسن يعني. اكيد بقى هنتكلم عن الناحيه الفنيه، لكن قبلها بالامس كان في تصريحات هنا في برنامج الماتش مع العقيد محمود القاضي، رئيس او مسؤول العمليات بالمجموعه الافريقيه لتامين المباراه، عن الوسائل اللي لازم اتباعها او الطرق اللي لازم اتباعها لدخول الجمهور، وايه اللي لازم يعملوه وايه اللي ما ينفعش يعملوه قبل انطلاق المواجهه في الساعات الاخيره منها. تعالوا نستعرض اهم هذه التفاصيل والتصريحات. وصفها بدايه بانها من كلاسيكيات الشعب المصري، وان المجموعه الافريقيه قد قادت تامين 4 مباريات سابقه على مستوى القمه. قال انه خصصت ابواب محدده لدخول جماهير الناديين، الدخول من 5 وحتى 9 إلى 1/4. بالنسبة لأبواب الدخول جرى تخصيص مدرج 3 شمال لجمهور الأهلي والثالثة يمين لجمهور الزمالك. الزمالك من باب طريق النصر والأهلي من بوابة آل رشدان. مدرج الإعلاميين في الدرجة الثانية الموحدة، وباب الدخول هيكون من شارع يوسف عباس. 2500 مشجع للأهلي مثلهم للزمالك، 5000 مشجع بالمجموع، وبخلاف المدعوين بدعوات سيكونون موجودين في المقصورة الرئيسية والصحفيين. قال ان المجموعه الافريقيه ستكون على اتم الاستعداد لاستقبال الجماهير والتعاون معهم وارشادهم، وان المشجع عليه احضار بطاقه الفان اي دي، وهناك بعض الممنوعات زي الشماريخ، الولاعات، الكبريت واي اداه حاده، بالاضافه الى المعلبات والماكولات والمشروبات المغلقه والشواحن والباور بانكس والاسلاك والمواد الاعلانيه والدعائيه، سواء كانت مسيئه او لا، سواء سياسيه او دينيه او غيرها بعيدة عن كرة القدم. طيب على مستوى الفني بقى كابتن ضياء وكابتن وليد، يعني عايزين نتناقش كده مع بعض، مين اللي حالته الفنية أفضل دلوقتي؟ وهل نتائج الفريقين السابقة من انتصارات للزمالك وتعثر أخير للأهلي أمام بيراميدز ممكن يلقي بظلاله الفنية على لقاء النهاردة؟ طبعا يلقي بالحالتين، إيجابي أو سلبي. وده مهم جدا، و90% منه يرجع مردوده للعيب. اللعيب بيفكر ازاي، بيأدي ازاي، مستواه النهارده عامل ازاي. لان انت شفت، اتكلم تحديدا عن النادي الاهلي. النادي الاهلي في ماتش فيوتشر عمل كوره فيها انتشار كويس. ايوه. في احيان كتير كان ضغط عالي. جاب 4 تجوان. سكور عالي جدا. مع فرقه كويسه. ايوه. فيها عناصر كويسه جدا. بس كانت في المقابل حالتهم كانت سيئه، معظم اللعيبه حاله فيتشر، لكن الاهلي كانت حالته كويسه. تمام. قدر ينفذ حاجه موجوده في الملعب اتقالت، وكسب نتيجه كويسه جدا. ينتقل بعديها ب3 أو 4 أيام لمنافس اخر قوي، اتفاجئ ان المنافس غير طريقته. وهو ما غيرش طريقته. اذا هنا في اختيار التكتيك مع المنافس. ايوه. لازم تغيره مع نفسك. تمام. انت هنا ما غيرتوش. ففوجئت بان في تفوق كبير جدا للمنافس. اجهض الطريقه بتاعتك. صح. بالعكس، مش اجهضها، بل شل قدرتك على رد الفعل. ده شوهها. انت واخد بالك؟ شوهها. واثناء الجيم انت ما قدرتش تغير ده. ليه؟ لانه اللعيبه حالتها
زي ما كنت اتفاجئت باللي بيحصل. أيوة. فما كانش عندها حلول. واللعيب لما يبقى ما عندوش حلول، اللعيب ما بتكلمش على المدرب. مفهوم. طبعا المدرب هرجع له. تمام. لازم يبقى له حل تكتيك. بيظهر بالمستوى اللي ظهر بيه في من 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 8 9 10 درجات كل لعيب، معظم اللعيبه في مباراه فيوتشر. ايوه. لواحد واثنين واصفار. ايوه. في مباراه بيراميدز ثم استراح اربع ايام. فهنا في 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 يعني تشويش، تباين كتير. كبير جدا، بيقول انك انت بتلعب على المنافس ازاي. لانه انا بشوف انه ماتش بيراميدز، انت لو رجعت للاهلي تحديدا ضد بيراميدز في الكاس، ايوه، اللي كان سامي موجود فيها، مظبوط، حيث الدفاع وترك الاستحواذ، برافو عليك، عمل الديلي وبيراميدز فطن لده وانت ما فطنتش لده في ماتش الدوري. انت واخد، هي شغله مذاكره وشغله مدرب، انك انت ما تفرحش بالماتش اللي قبليه اللي كسبت فيه وعملت فيه نتيجه كويسه وعرض كويس. كل مباراه منفصل. عايز اقول ان على الشاشه دلوقتي امامنا لقطات حصريه بكاميرا الماتش لطارق حامد نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر لدخول استاد القاهره، حيث سيتواجد في المدرجات لدعم فريق الزمالك، وهو اللاعب اللي كان خضع لتحقيقات في المرحله الاخيره بسبب تغيبه عن التدريبات لفتره قال عنها اداره الزمالك ان هي غير مسموح لي بالغياب فيها. طارق حامد النهارده ظهرا نشر صوره بإيموجي بيدعي ربنا ان هو يوفق فريقه للصوره اللي قدامنا قبل ان يتواجد في الاستاد في لقطات بيذاعها وصورها الزميل محمود فؤاد من استاد القاهره الدولي. ابو جبل برضو كان نشر صوره شبيهه بل نفس الصوره، سكرين شوت خدها حطها، ولكن ابو جبل مش شايفينه في الاستاد حاليا. كابتن وليد، هاخد من الفيديو ده الاول. طارق حامد بكل تأكيد مهما قلت غلطان ولا مظلوم ولا أي حاجة، هو غيابه مؤثر عن الزمالك مش بس النهاردة بل في اللي فات كله. ورغم غيابه الزمالك تفوق وعرف يكسب، لكن في ماتش أهلي نص الملعب عدم القدرة على السيطرة عليه ممكن تضيع لك ماتش. شايف إزاي غياب طارق حامد النهاردة؟ هو أكيد طبعا طارق لعيب مؤثر ولعيب رقم 6 على مستوى عالي جدا، وخبراته زادت وبقى ارتبط اداء نادي الزمالك بطارق حامد في وجوده، سواء موجود او مش موجود. أي. فشفنا في فرق وما زال في فرق ان طارق مش موجود، لكن في نفس الوقت انا بادي وبكسب واول دوري وبلعب نهائي كاس. فهي الفكره برضو ان سواء الزمالك او الاهلي طبعا مش هيقفوا على لعيب يعني، لكن على قد ما تقدر كلاعب ان انت تبقى متمسك بالنادي او متمسك بان انت تبقى موجود داخل المنظومه دي، لان دي اللي هترفعك برضه، دي اللي بتعلي اسمك. لكن لو جيت بصيت قلت ان طارق مؤثر، مؤثر، بس الفرقه بتكسب. فرق اول دوري اللي هنقول له او امام عاشور الاثنين في نص الملعب، مقديين، لكن برضه في نفس الوقت ان مش نفس اداء او نفس الامان بتاع طارق حامد لما يبقى موجود. اتمنى ان طارق يعني يرجع ويفوق كده ويبقى متواجد في نادي الزمالك، لان اضافه كبيره. وابو جبل نفس الكلام. ما مشي خلاص. ما هو ده كان يعني هيبقى سؤالي اللي جاي يا كابتن ضياء. هل حضور طارق النهارده دي حضور ختامي بيودع بيه جمهور الزمالك بشكل يبقى كويس، ولا ورسمي اذانا ببدء علاقه جديده افضل في الفتره اللي جايه؟ احنا التقارير اللي عندنا ان ابو جبل راح نادي النصر والتاني راح الاتحاد، المعضله دلوقتي في انه طريقه المشيان يمشوا 30/8، ما اعرفش هي في ايد مين، في ايد النادي ولا في اللوائح ايه، او انه هم يمشوا بعد المباراه النهارده. مفهوم. هل دي مرتبطه بمكسب الزمالك او بالخساره؟ ما اعرفش يعني، هو ده المتداول يعني، ما فيش امل اللي هو مثلا خلاص موجود. انا ما اعرفش، بس هي ما فيش معلومه رسميه، لكن التقارير السعوديه بتقول انه خلاص هينضم لمعسكر الاتحاد، المعسكر في النمسا. يبقى هي الفكره اللي هو برضو عايزين يحسن الصوره. طبعا بحبكم، يحسن الصوره يعني، بدعم الفرقه بدعم الفرقه وفي نفس الوقت مش عايز اخسر جمهور نادي الزمالك. لو انا خلاص قررت، ودي حاجه كويسه طبعا، حاجه ايجابيه، متاخرا افضل من الا تاتي. الزمالك في اللقاء الماضي امام الاهلي كانت انتهت المباراه 2-2، وكان ايضا في غياب طارق حامد
لاعب الفريق اللي كنا عرضنا منذ قليل لقطات وصوله. تعالوا نستعرض برضو اراء نجوم من نجوم الكره المصريه عن هذه المواجهه سواء من الاهلي او من الزمالك. بنتكلم على النجمين الكابتن عبد اللطيف الدوماني نجم الزمالك السابق والكابتن احمد نخله نجم الاهلي السابق. دايما وابدا الماتشات الاهلي والزمالك صعب التنبؤ بنتيجتها طبعا، يمكن حاله الفريقين قبل المباراه لا تدل اطلاقا على نتيجه المباراه يعني او اللي بيحصل فيها يعني. الاكثر توفيقا، الاكثر اجتهادا، يمكن الاكثر تنظيما هو اللي يمكن يبقى له حظ في المكسب، لكن انا من وجهه نظري المباراه بتبقى 50-50، ما تقدرش تتوقع مين يكسب. ده في مباراه دوري، فما بالك مباراه كاس اللي هي كلها مفاجآت، ربما الفريق الاقل في المستوى يقدر هو اللي يكسب والفريق الافضل هو اللي يخسر. اتمناها طبعا مباراه تليق بالقطبين، اتمناها مباراه تليق بكل محبه وكل ود وروح رياضيه. طبعا ده مش عندنا الفرقتين يطلعوا سلام، الجمهور يطلع الحمد لله راضي عن اداء الفرقتين. بنقول للكسبان طبعا مبروك ونقول الخسران هارد لك، وده سمه الروح الرياضيه، ودي ده المفروض اللي احنا يعني اللي نتكلم فيه ونوعي الناس بيه، فبالتالي مباراه تنتهي. هو الراجل بيلعب اخر كام مباراه غير الطريقه بتاعته نظرا لامكانيات اللعيبه او اللي بيلاقيها، فبدا يلعب بثلاثه ورا منهم المسلوسي بدا ناحيه مساك بس ناحيه اليمين وحط قدامه سيد نيمار، نفس الكلام بيلعب بعبد الله جمعه، وطبعا الونش موجود وحسام موجود طبعا، ووسط ملعب نادي الزمالك لا خلاف على امام ورؤى في نص الملعب الاثنين دول. طبعا وجهه نظر تدي الهجوم ده اقوى خط في نادي الزمالك، يعني هنلاقي بن شرقي، هنلاقي زيزو، هنلاقي الجزيري. يعني وجهه نظري زيزو وبن شرقي هم الورقه الرابحه في نادي الزمالك، والشيكابالا في الحاله اللي هو بيبقى فيها الشيكابالا عامل حاله كويسه قوي، حاله جوه الملعب وبره الملعب. جوه الملعب ده الشيكابالا اللي عنده 37 سنه بينزل يدافع وبينزل يجتهد وبينزل يكلم وبينزل يرجع مع الباك، ما كناش بنشوفه كده هو حاجه و20 سنه. بينزل يصنع فارق، اخرهم مباراه المحله صنع الهدف الثاني، وبيقدر يطلع كورته ويمسك كورته وعنده رؤيه وعنده ثقه وعنده شخصيه، فبالتالي شيكابالا عامل دور فعال. قلت لحضرتك ان هو 50-50، يعني 50 النادي الاهلي و50 نادي الزمالك. الاكثر توفيقا هو اللي هيحسم نتيجه المباراه، وان كان لو بتكلم على الفنيات الفرقتين عندهم عناصر جيده جدا وعندهم مشاكل. مشاكل في الارهاق، النادي الاهلي مرهق تماما تماما تماما، مجهد تماما تماما النادي الاهلي. نادي الزمالك ما عندوش اللاعب البديل نظرا لعدم الوقف القيد، فالظروف متشابهه وفي تكافؤ. فانا وجهه نظري وان كنت بقول برجح كفه نادي الزمالك بس مش بنسبه كبيره يعني. قبل مباراه القمه اهلي وزمالك انت داخل في ضغوط كبيره جدا جدا، تمام؟ تركيزك بيبقى عالي جدا جدا، لكن عليك ضغوط برضو الجمهور كمان. يعني لما تلاقي الجمهور بيجي بيحضر في التدريب بتاعك الجمهور حوالي 20,000 30,000، انت مستوعب الموضوع صعب جدا، يعني ضغوط كتيره قوي. لما يجي مثلا الكابتن احمد شوبير مثلا بيجي يجمع اللعيبه بيقول المدير الفني خلاص احنا هنقعد مع بعض، يجي يعني لعيب في الفرقه يجمع اللعيبه نحضر نفسنا يا جماعه نجهز نفسنا، شوف دي دوافع لوحدها، تمام؟ المباراه يعني العالم كله بيشوفها، نتكلم على افريقيا، على العرب كلهم بيتابعوا اهلي وزمالك. لها طقوس؟ لها طقوس معينه. انا عايز اقول لك ان في لعيبه ما بتنامش اليوم ده، يوم المباراه ما بتنامش. يعني انا اشوف برضو ان ممكن يكون برضو احمد عبد القادر هيكون له، ممكن يكون ورقه رابحه، ممكن يكون مفتاح لعب النادي الاهلي، تمام؟ اشوف برضو ان ممكن لو شريف هيبدا برضو، شريف برضو بيعرف يتحرك من خلف المدافعين بشكل جيد جدا. شريف برضو على الجول كويس، شريف اخر مباراه اهلي وزمالك جايب هدف جميل جدا جدا، استثمر الخطا بتاع احمد عبد الغني وقدر يجيب جول بشكل كويس، فبرضو شريف اكيد هيكون له دور. احمد عبد القادر ده في الاهلي، اعتقد لو السوليه هيكون موجود برضو في نص الملعب ممكن برضو يكون له دور. محمد مجدي قفشه برضو مفتاح لعب وبرضو صنع العاب برضو بيقدر يشتغل بشكل كويس. اتكلم على الزمالك، اتكلم برضو على الجناحين طبعا، بن شرقي حدث ولا حرج، اداء رائع جدا جدا، بيأدي بشكل كويس. زيزو بيأدي بشكل جيد جدا جدا على التفاهم اللي بيحصل دوت. جزيري برضو مهاجم من المهاجمين برضو اللي بيعرف ياخد ضربه جزاء، اللي بيعرف يراوغ، اللي بيعرف يجيب جول.
طبعا شيكابالا والحالة الجيدة اللي هو فيها والثقة اللي عنده بينزل الشوط الثاني بيأدي بأداء كويس قوي. شيكابالا لعيب مؤثر، لعيب بيعرف يتعامل مع مباريات القمة ونجح أكتر من مرة، وأعتقد آخر مباراة عمل أسيست وجايب جول، يعني برضو من أوراق الربحة القوية لفييرا هو شيكابالا طبعا. وقبل ساعة إلا خمس دقائق من انطلاق المواجهة خرج الآن التشكيلان الرسميان للأهلي وللزمالك. تعالوا مع بعض نستعرض مع حضراتكم تشكيلة الأهلي ريكاردو سواريش في أولى قممه في نهائي بطولة كأس مصر. حطينا زي ما نشرها الأهلي، لكن قد يكون في تغييرات في الشكل اللي هيطرحه الكابتن ضياء السيد والكابتن وليد صلاح عبد اللطيف. في حراسة المرمى محمد الشناوي، قدامه ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، ناحية اليمين محمد هاني، ناحية الشمال علي معلول. في نص الملعب حمدي فتحي، أليو ديانج، عمرو السولية، وفي المقدمة محمد شريف مهاجما، أحمد عبد القادر، إحنا حطيناه شمال، أفشة إحنا حطيناه يمين، أو قد يرى ضياء السيد وليد صلاح عبد اللطيف أساسا تغييرات في شكل أو طريقة اللعب. كابتن ضياء، الأهلي لعبها كتير قبل كده. آه. يعني لعبة الشكل ده كتير خصوصا في مباريات أفريقيا الخارجية يعني. لكن هي قصة إنه أنت تقدر تعالج السلبيات الموضوع ده ايه؟ سلبيات الموضوع ده موجوده في وجود قفشه. قفشه بيلعب 8 كويس. وبيلعب العشرة اللي احنا التمثال بتاعنا اللي احنا بنعبده رقم 10 واخد بالك؟ هنا بيلعب المفروض جناح. هل هيقدر يعمل واجبات الجناح كامله؟ اوكي. واجبات الجناح في انه ياخد من ظهر الباك، يشتغل راس حربة تاني. ايوه. واجبات دفاعية مهمة جدا. لانك انت في جبهة معرفش فيها فتوح وعبد الله او عبد الله ولا مع بن شرقي. تمام. دي جبهة مهمة جدا. مزبوط. ما ينفعش انه الناحية الدفاعية تقل فيها. لانك لو قفشة لعب في اليمين غصب عنه مش هيعمل الواجب الدفاعي لانه مش متعود على ده. هتضطر انك تخلي حد من نص الملعب ان هو يروح لبره علشان يغطي عشان تحصل عمليه ترحيل. تمام. فهتفضي حته في نص الملعب. هل الزمالك هيقدر يستغل ده ولا مش هيقدر يستغل ده؟ ايوه. درجه اجاده انك تدافعها كويس الحته دي مع اهم جبهه عندنا للزمالك واخطر جبهه اللي هي بن شرقي. جابه بن شرقي. أيوه. هو اكتر واحد فايق دلوقتي. مظبوط. بيدخل لجوه بيروح راس حربة تاني. كل الحاجات دي كلها مهمة. انا بشوف شكل ماشي تمام، لكن يهمني جدا اعرف هيدافعوا ازاي. لان انت عارف وجهة نظري ان الدفاع انك لو تدافع كويس تدافع كويس تبقى انت اقرب للمكسب. اسمها ايه؟ ديفند ويل تو وين. ايوه. ده الانجليز هم اللي عملوا الكوره قالوا كده. ودي موجوده والتجارب كتيره معانا. فهي انا بتكلم على انه مباراه نهائي يعني الواجبات فيها لازم تبقى كامله. مظبوط. او اقرب، ما فيش حاجه. كامله اقرب انك انت تتفوق على المنافس بتاعك بشكل كويس فيها. لكن الشكل ده الاهلي لعب بيه كتير جدا جدا جدا. بدلاء الاهلي في هذه التشكيله المعلنه هم علي لطفي، رامي ربيعه، محمود وحيد، محمد عبد المنعم، كريم فؤاد، صلاح محسن، حسام حسن، وليد سليمان. طيب كابتن وليد، استعرض معاك تشكيل الزمالك ولا ليك تعليق على تشكيل الاهلي؟ ممكن اقول يلا بينا. يعني انا شايف التشكيل الاهلي النهارده اللي هو اعتقد يعني او اتوقع اللي هو هيلعب بثلاثة ورا، هيلعب حمدي فتحي سقطه ورا وقدامه ايمن اشرف وياسر ابراهيم، اثنين في نص الملعب ديانج والسوليه، وقفشه ناحيه اليمين وعبد القادر وشريف. لكن الطريقه دي يعني انا بحب الطريقه دي عموما. لكن لو جينا بصينا على السلبيات او الحاجه السلبيه في التشكيل ده. ايوه. حته قفشه، لانه قفشه من وجهه نظري في ال 3 4 3 ما بيعرفش يشتغل جناح. وجهه نظري. هو بيشتغل 10. أيوة. يعني هو تحت الفيرود، لكن هتحطه جناح ناحيه اليمين هتفتقده بشكل كبير جدا، او هتفتقد 70% من ادائه. فدي برضو نقطه سلبيه. لو انت هتشتغل بالتشكيل ده يبقى انت تشيل قفشه من الملعب واحط صلاح محسن، احط اي جناح تاني. لكن عايز تلعب قفشه خلاص انت دماغك يبقى تشتغل 4 2 3 1 ده من وجهه نظر. أي. لكن 3 4 3 يبقى انت
قفشه في الملعب دوره هيقل كابتن ضياء من وجهه نظري لو لاعب جناح. واحنا شفنا ماتشات كتير جدا لما بيشتغل جناح ما بتلاقيش الربط بين نص الملعب وبين الفراوله. طيب تشكيله الزمالك مبدئيا كده ما فيهاش محمد اشرف روقه، وبالتالي هيبقى السؤال محمد عبد الغني هنا مساك ولا هو اللي بيعوض غياب محمد اشرف روقه؟ نستعرض التشكيل أوكي. ونشوف مع بعض شكل تشكيل الزمالك بقياده فيريرا في مواجهه الاهلي النهارده. التشكيل محمد عواد في حراسه المرمى، خط الدفاع حمزه المثلوسي، محمود حمدي الونش، حسام عبد المجيد، احمد فتوح، محمد عبد الغني، امام عاشور، اشرف بن شرقي، احمد سيد زيزو، سيد عبد الله نيمار، وسيف الدين الجزيري. طيب هل بقى كده عبد الغني والونش وحسام عبد المجيد هم ثلاثي خط الدفاع وسيد عبد الله نيمار يلعب ناحيه اليمين؟ بن شرقي مش لسه واحد؟ بن شرقي بن شرقي سيف نيمار في اليمين. نيمار عبد الغني والونش وحسام عبد المجيد ثلاثي دفاعي، سيد عبد الله يمين زي الماتش القمه اللي فات واحمد فتوح شمال، ولا شكل مختلف كابتن وليد؟ والله يعني اهم حاجه نفس الطريقه او نفس الاسلوب اللعب 4 2 3 1 من وجهه نظري ده اللي هيشتغل بيه. 4 2 3 1 4 3 3 4 لا ما هو خلي بالك نيمار كابتن ممكن يشتغل من تحت راس الحربة. نيمار بيشتغل في الجناح ده تشكيل المحله بالظبط. مظبوط. وممكن يدخل بن شرقي ممكن يشتغل زيزو في مرونه بس يا كابتن في التشكيل في الحته دي لان ممكن برضو في نفس الوقت العب بثلاثه ورا، يعني انا ممكن العب بثلاثه الونش وحسام عبد المجيد وعبد الغني وامام عاشور في نص الملعب واحط زيزو يشتغل معاه في نص الملعب ونيمار ناحيه الملعب كده. ايه هتفقد نص الملعب؟ لا خالص، عبد الغني كان في فقدان لنص الملعب اساسا في ماتش المحله، شوف الاولاني لو تفتكر. صحيح. هي يعني في مرونه، انا بتكلم في ايه، ان انا ممكن من الطريقه دي الراجل بيفكر في ايه، ان انا ممكن اشتغل 4 2 3 1 في الطبيعي جدا اللي هو نيمار ممكن يشتغل 10 او ممكن يشتغل جناح او وادخل زيزو هو اللي في رقم 10 واعملها كتير قبل كده. وممكن في نفس الوقت لو في مشكله اشتغل بثلاثه ورا اللي هو ارجع عبد الغني يشتغل 3 4 3 وادخل زيزو رقم 8 في نص الملعب مع امام عاشور. يعني الفكره ايه؟ الفكره ان ده اللي هيبان من طريقه اللعب في البدايه. لكن انت عندك مرونه تكتيكيه في الملعب ان انت ممكن وانت بتشغل 4 2 3 1 ترجع وتغير 3 4 3 حسب مجريات كابتن ضياء. تعليقك على تشكيله الزمالك؟ هو نفس التشكيل، هو لا يملك المرونه، مفهوم، لا يملك البدائل، لا يملك الحلول الكثير، صح؟ لا لا هو في طريقه اللعب هو بيوظف انا عارف بيوظف المتاح بيوظف المتاح. انا ما اعرفش رؤى لسه ما خفش ولا ليه. رؤى موجوده على مقاعد البدلاء لانه الحاجه الوحيده اللي عملها النهارده عشان ما يحصلش اختراق لوسط الملعب بكثافه زي ما حصل في ماتش المحله انه يعمل ديلي تحت قوي علشان يقلل المساحات، لكن مش هيقدر يعمل مفتوح الملعب مفتوح او يطول الملعب زي ما حصل في المحله لانه ال 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 الخط النص كلهم على المستوى الفردي كويسين. ايوه انت واخد بالك كده، انت بتغير بتوظف عبد الغني ده توظيف. مظبوط، توظيف لعدم وجود البدائل. رؤى مش جاهز، زيزو طارق حامد بره، زيزو بتدخله في نص الملعب لعدم وجود البدائل فنص الملعب في نقص كبير عند الزمالك. فده التوظيف اللي اتعمل في ماتش المحل. طب هو ممكن هيبقى ضياء معلش مع احترام حضرتك قول. لو احنا المرونه اللي انا بتكلم فيها اللي هو دلوقتي اربعه ورا، طب انا لو هلعب بثلاثه اثناء الجيم وعاوز اغير مش عندي المرونه اللي هي تسمح لي انك تعمل ده اللي قصدي عليه. طبعا يعني كل اي حاجه عايز تغيرها في الجيم اثناء الجيم تغيرها، بس هي المشكله التغيير ده هيفيدك اكيد هو ولا مش ولا هيفقدك. هو مشكله الزمالك ايه مع فيريرا؟ انه بيغير زي ما انت بتقول المرونه دي مضطر عشان ما فيش لعيبه، لكن مش هي حاجة بتغيرها عشان تطور لك الأداء، أنت بتغيرها مضطر للنقص الشديد في المراكز، للنقص الشديد في الأسامي اللي هي تملى المراكز دي كلها، لكن ده ما يملكه. أيوه
هنا بقى اداء اللعيبه هيكون عامل ازاي؟ مظبوط. التزام اللعيبه هيكون عامل اداء اللعيبه في طبعاً. التوظيف اللي هم واخدينه من مدربهم بالظبط في المراكز دي. الاداء ده طيب تشكيل الزمالك عرضناه، لكن ماذا عن بدلاء الزمالك؟ بدلاء الزمالك في حراسه المرمى محمد نديم مع محمود علاء العائد من الاصابه لكن المتواجد على مقاعد البدلاء، عبد الله جمعه، يوسف ابراهيم اوباما، ونجم شيكابالا، ايمن حفني، حازم امام، ومحمد اشرف فروقه. وبالحديث عن الزمالك من هناك الزميل محمود فؤاد من استاد القاهره في فريق العمل. فؤاد اهلا بيك، اوصف لنا الاجواء عندك بعد اعلان التشكيل الرسمي للزمالك. فؤاد فؤاد سامعني؟ هنرجع مره ثانيه لمحمود فؤاد. يعني في ضوء بقى التشكيلين، في ضوء التشكيلين، تشكيله الاهلي وتشكيله الزمالك اللي احنا شايفينها، طبعا البدائل او الحلول زي ما كان بيتكلم كابتن ضياء موجوده اكتر في الاهلي. تثبيت التشكيل موجود في الزمالك، فده يبقى السؤال اللي جاي، ازاي هيلعبوا ضد بعض النهارده؟ لكن بعد ما نرجع لمحمود فؤاد. فؤاد اهلا بيك مره ثانيه. فؤاد انا مش عايز ارد. الو ايوه فؤاد ازيك، احنا على الهواء. ازيك حبيبي؟ ازيك منور الدنيا. عايز اسالك يعني من استاد القاهره بعد صدور التشكيل الرسمي للزمالك، ايه الاجواء عندك؟ في البدايه برحب بيك هاني، وبرحب كابتن والكابتن وليد، وان شاء الله نقدم حاجه كويسه لمتابعين برنامج الماتش. خليني اقول لك يعني زلزال الهتافات بين جماهير نادي الزمالك وجماهير نادي الاهلي. جماهير الزمالك دلوقتي يعني في هتافات يعني كده بترد، جماهير لعيبه الزمالك هي اللي نزلت دلوقتي لارض الملعب، بقى عمليات الاحماء، وحتى الان يعني جماهير لعيبه الاهلي لسه ما نزلتش. طيب ايه ابرز الهتافات اللي بتسمعها النهارده؟ ايه التفاعل عامل ازاي ما بين الجمهور واللاعبين؟ خليني اقول لك ان يعني ايه، اول ما محمد عواد نزل كده لارضيه الملعب لبدء عمليات الاحماء، جماهير نادي الزمالك بدات يعني ايه، عواد هو الاصل، احسن جون في مصر، والجماهير الزمالك بطلبت لاعبتها، كل اللعيبه حرصوا ان هم ينادوا على كل لاعب باسمه، يروحوا لهم بيطالبوا اللي هو يطالبوهم يعني ملخص اللي هم بيطالبوه مين؟ بيطالبوهم ان هم يجمعوا بين الثنائيه، الزمالك بطل الدوري المنتهي، هدفهم النهارده ان الزمالك يفوز النهارده ويحصد لقب الكاس على حساب الغريم التقليدي. لكن خليني اقول لك الملعب شكله محترم، المنظر كده يليق بالدوله المصريه، يتبقى فقط نشوف 90 دقيقه تليق بمباراه كوبايه الكره المصريه للاهلي والزمالك. طيب الجمهور المقرر 2500، هل في عدد هنا اكبر هنا اقل؟ اوصف لنا الشكل من خلال الاستاد. لا خليني اقول لك الاعداد الموجوده هنا والموجوده هنا، منذ يعني لحد ساعه قبل يعني من ساعه كده كانت جماهير الاهلي اكثر. تمام. لكن دلوقتي الموجود يعني اتوقع اكثر من 2500 للاهلي واكثر من 2500 للزمالك، اعداد كبيره ممكن تصل يعني 4000 او حاجه هنا و4000 او هنا. ولكن حتى الان الكل ملتزم تشجيع المثالي، الكل بيشجع فريقه سواء جماهير الاهلي او جماهير الزمالك. المنظر يا هاني حاجه محترمه، حاجه تليق بالدوله المصريه. طيب هل تفاعل جمهور الزمالك مع وجود طارق حامد بالفيديو اللي شفناك بعته لنا من شويه ودعناه على الهواء بحضور طارق حامد في المدرجات؟ خليني اقول لك حاجه كده، يعني ايه يعني في حاله تجاهل تام لطارق حامد من جماهير نادي الزمالك، على العكس موجود عمر السعيد. هتف لعمر السعيد كده، بعض من الجماهير هتف لعمر السعيد. لم يتم اي هتاف لطارق حامد حتى الان، حتى طارق كده يعني دخل ما مش عايز يتكلم مع حد، مش عايز يعني كله بيحاول يقرب منه، التزم الصمت طارق. بس ناس كتيره راحت هم تتصور معاه، قعد طارق حامد، الجماهير تجاهلته تماما، اكيد عرفوا ان طارق، لكن تجاهل تام لطارق حامد. قلنا اتكلمت انا وقفت مع طارق حامد كده لدقيقه او دقيقه ونص، اتكلمت معاه، حصلنا منه على تصريح خاص انه اكيد من نبره سوهاني حزين من اللي بيحصل، حزين اللي بيتعرضوا، قال لك يعني انا هقول يعني في الوقت ممكن اقول كل حاجه. وقال نصا كده، انا ابن الزمالك، انا جاي اشجع الزمالك من قلبي، انا عاشق لتراب الزمالك، كل اللي بيتقال ده انا ماليش علاقه بيه. تمام، بشكرك جدا محمود فؤاد على التصريحات اللي ذكرتها على لسان طارق حامد، قالها لمحمود فؤاد انه هو بنبره حزينه عن التفاعل الجماهيري معاه على مواقع التواصل الاجتماعي في الفتره الماضيه وموقفه هو من الزمالك، وقال في النهايه انا جاي اشجع النادي اللي انا بلعب فيه
واللي بعشق ترابه، وبالتالي هتكلم في الوقت المناسب. دي دايما جمله بيقولها طارق حامد في نقاشي معاه طول الوقت، هتكلم في الوقت المناسب امتى او هيقول ايه، لننتظر ماذا سيقول. لكن على جانب اخر في النادي الاهلي، من هناك لمتابعه كيف يتفاعل جمهور الاهلي مع لاعبيه، معنا الزميل حسين غريب من استاد القاهره. حسين تحياتي ليك، طمني عليك الاول وقول لي ايه الاجواء عندك. اهلا بيك يا هاني، تحياتي ليك ولكل الساده المشاهدين، منور الدنيا. احكي لي ايه اللي بيحصل في الاستاد عندك. خلينا نقول ان الاجواء كويسه، الاجواء كويسه جدا من الجمهورين لحد دلوقتي، وان شاء الله يعني الامور تستمر للنهايه استكمالا للقمه الاخيره. شفنا في استاد السلام كانت الاجواء طيبه جدا بين الجمهورين وبين اللعيبه حتى من الفرقتين، يعني جمهور الاهلي وجمهور الزمالك توافد على استاد القاهره من بدري جدا. يبان شويه ان جمهور الاهلي اكتر، لان اعتقد لسه جمهور الزمالك بيتوافد يعني. في النهايه هيكتمل هنا 2500 وهنا 2500 زي ما هو مقرر لكل محمود فؤاد بيقول لنا من شويه العدد يعني شكله اكتر من 2500 في الناحيتين، تتفق ولا تختلف؟ نعم، محمود فؤاد من شويه بيقول لنا العدد يبدو اكتر في الناحيتين من 2500، انت متفق ولا مختلف بعينيك؟ لحد ما الماتش يبدا هنشوف يعني. تمام. اعتقد ان هو قريب للرقم ده لحد دلوقتي يعني. لسه لعيبه الاهلي نزلت لاجراء الاحماء؟ لسه لحد دلوقتي اللي نزل بس الشناوي والحراس، وجمهور الاهلي بيشجع الفرقه كلها لحد دلوقتي وبيهتف للفرقه. هو جمهور الاهلي لسه يعني نقدر نقول موفر الجهد شويه لحد ما لعبته تنزل يعني، لكن بيهتف للفرقه بشكل عام يعني. هل من ملاحظات سريعه على تشكيل الاهلي اللي اعلنه سواريش من شويه؟ اعتقد ان هو يعني اتقال له من الجهاز المعاون حاول تبقى يعني تتقفل او حاول ما تفتحش قوي قدام الزمالك اللي هينزل برده متحفظ، فخلينا برده احنا ما نبادرش ونفتح. اعتقد ده سبب ان هو يلعب بالثلاثه في وسط الملعب النهارده يعني، لان ده عكس اللي هو بيفكر فيه وعكس اسلوبه. مظبوط، فخلينا نشوف النهارده بقى يعني رهانه ده هينجح ولا الدنيا هتروح لفين يعني. بشكرك حسين غريب زميلي اللي ختم خلينا نشوف رهانه هيودينا لفين. طبعا كاهلاوي بيتكلم حسين، لكن احب انا اسالكم لمين هتكون المبادره كابتن ضياء كابتن وليد؟ اول ربع ساعه عاده ما بتقلق الزمالك لانها بتكون بدايات هجوميه اهلاويه، هل دي هتكون البدايه كابتن ضياء؟ والله دايما البدايات انا بحب يكون فيها حذر يعني، ما احبش ان يكون فيها الريسك. ولازم تبقى عارف انك بتتعامل مع مباراه كاس، ممكن تخلص في 90 دقيقه، ممكن تخلص في 120 دقيقه، ممكن توصل لضربات الترجيح. مظبوط، فاعتقد كل ده الكلام ده يعني المباراه والسيناريو بتاعها لازم يكون في دماغ المدربين. ده طبيعي بتعامل مع مباراه يعني، اكيد معاهم ورقه اللي بيشوطوا ضربات الجزاء من بدايه المباراه، متحضر ده من امبارح وفي ايديهم. فانت التعامل يبقى ازاي؟ هل هتاخد انت زي ما انا بقول لك تاخد المبادره وتعمل تفتح الملعب من الاول؟ طيب لو عملت كده لمده قد ايه؟ ايوه، ما هو مش هيبقى طول الوقت. مظبوط، فكل الحاجات دي كلها بتبقى في دماغ المدربين حسب الخصم، حسب العناصر بتاعتك والطريقة اللي انت محفظها لهم هيعمل ايه، وعلى اساسه بترجع برضو للمباريات اللي وراها، بترجع لمباريات الخصم بشكل كويس وبتقرر ده بتقرره على طول. لا احنا على الدايرة، لا احنا على طول في بداية من على 18. كل ده انت بتقرره من خلال المعطيات، اولا لعيبتك اللي معاك، ثانيا الخصم عامل ازاي، ثانيا اهم حاجه ان دي مباراه كاس تخلص في الثلاث اجزاء اللي انا قلت لك عليهم. تمام، خصم الاهلي اللي بيتكلم عنه الكابتن ضياء هو الزمالك. الزمالك ضغط متقدم، خط دفاعي متقدم، ولا تراجع للخلف وانتظار الاهلي يعمل ايه، اعتمادا على ان الزمالك دايما الشوط الثاني افضل من الشوط الاول؟ لا خلينا نقول يعني انا بتفق طبعا مع كابتن ضياء في حته ان انت بتلعب النهارده مباراه واحده، مباراه نهائي كاس، ان انت الاستعجال الفرقه اللي هتستعجل ممكن يبقى رد الفعل الفرقه الثانيه احسن. مفيش مشكله لما الجيم يطول، لكن في نفس الوقت اللي انا الاخطاء بتاعتي تقل او ما يبقاش على قد ما اقدر، مفيش اخطاء. لكن انت لو
في وقت من اوقات المباراه بيبقى في ضغط ضغط عالي من فوق، لكن التسعين دقيقه مش هيبقى فوق ضغط، الشوط الاولاني كله هيبقى ضغط عالي من فوق. وان كان حاله الزمالك شويه احسن شويه في حته الضغط من قدام، لكن برضو الاستعجال ممكن يكلفك كتير سواء الاهلي او الزمالك، لان دي مباراه زي ما قلنا اللي هي ممكن تخلص بضربات جزاء. فانت حته الاستعجال للفرقتين مش كويس، اعتقد اللي هيبقى فيه حذر شويه. اذا كان في وقت من الاوقات بضغط، لكن لما الكره بقطعها برتد تاني تحت كوره. الفكره كلها هاني ان واللعيبه لازم تفهم كده، او المدير الفني هنا او هنا، ان انت ما تستعجلش في المباراه دي، المباراه نهائي مفهوم. يعني اللي هو انت بتقفل كويس وبتشتغل على هنقول الهجمه المرتده او التحول من دفاع للهجوم ككتله واحده. دي اساسيات متهيألي ال 90 دقيقه. عايز تقول حاجه؟ عايز معلش هتقول دلوقتي؟ مش انا اللي هقول. انت خفت ولا ايه؟ فؤاد. لانه حان الان موعد اذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينه القاهره، فنستكمل بعد الاذان. الفريق الافضل هو اللي هيفوز، مفيش حاجه، لا ليها مقياس. مباراه اهلي وزمالك اللي عنده دوافع الفوز هيقدر يفوز، اللي عنده ثبات انفعالي هيقدر يفوز. مباراه قويه طبعا، الاهلي مش في احسن مستواه والزمالك برضه مش في احسن مستوى، ولكن بيفوز. لكن المباراه بالنسبه للاعيبه الاهلي من وجهه نظري الخاصه هي تحدي خاص، مش كونها بطوله نهائي كاس مصر او لا، هي تحدي خاص للخروج من الكبوه بسرعه. صعب جدا تتكهن بنتيجه، صعب جدا تقول مين اللي ممكن يفوز بهذه المباراه، ولكن اعتقد ان سواريش وفيريرا هيكونوا لهم عامل كبير جدا في اداره هذه المباراه، تجهيز اللعيبه نفسيا. اعتقد ان النادي الاهلي عنده ضغوط كبيره جدا جدا من جماهيره الفتره اللي فاتت دي، وربما لو النادي الاهلي خسر ممكن البعض يطالب برحيل سواريش اللي لسه متولي المهمه. في مدربين محظوظين ومدربين مش محظوظين، انا مع ان سواريش مش مدرب محظوظ، انه جه في فتره صعبه جدا على النادي الاهلي، ولكن هي مباراه خارج التكهنات. منافسه صعبه، لان الفريق اللي هيكسب هياخد دفعه كبيره جدا في بطوله الدوري، الفريق اللي هيخسر لقب الكاس بكره هيتاثر كتير جدا، خاصه ان انت بتتكلم ان الاهلي عنده بعد 48 ساعه من نهائي الكاس ماتش مع الجونه، والزمالك نفس الامر بعد 48 ساعه عنده ماتش مع سموحه، فصعوبه الماتش بكره ده جاي في ان المنافسه قويه على بطوله الدوري، ما اتحسمش لقب الدوري، فيعني كل فريق حابب ان هو يتوج بلقب الكاس عشان تكون فرصه ان هو ياخد دفعه للمنافسه ومحاوله حصد لقب الدوري. بالنسبه للاهلي اللي هو هيبقى نازل اللي هو عشان يصالح الجماهير الغاضبه من الخساره في بيراميدز، وتأزم موقف الفريق في مسابقه الدوري الممتاز، فاللعيبه هتبقى بشكل كبير جدا مركزه بشكل كبير جدا عشان تقدر تصالح الجماهير. في المقابل بنشوف الزمالك اللي هو يعني اعتاد على 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 على, على اللعب في وسط المشاكل. الزمالك بيعاني مشاكل كتير جدا، سواء بقى مثلا مشاكل اصابات او عدم قيد للعيبه او سكواد ضعيف، لكن بيمتلك مدير فني مميز هو جوزالتو فيريرا. لا الماتش هيكون صعب جدا جدا، الاثنين عندهم دوافع، الزمالك عنده دوافع التتويج باللقب الدوري وحسمه كده قدام التتويج بالكاس بعد طبعا الاقتراب يعني بشكل برضه مؤثر في الدوري، عمال يفوز في ماتشات كتير جدا. على الناحيه الثانيه الاهلي ممكن خساره بيراميدز برضه يكون معوقه عليه قدام شويه، لكن الناحيه دي ومباراه الكاس دايما ما بيكون لها حسابات. انا توقعاتي الشخصيه المباراه هتوصل لركلات الترجيح، مش هتتحسم في المباراه. مباراه الزمالك ما عندوش غيابات اطلاقا من وجهه نظري، يوسف نبيه وسيف جعفر لعبوا مميزه ولكن مش هنقول عليها غيابات. ناحية تانية النادي الاهلي عنده غيابات شويه، ممكن هاني وطاير وحسين شحات برضو غيابات ممكن تكون مؤثره بشكل كبير جدا على النادي الاهلي، ولكن اظن انها مباراه تكون كبيره جدا بين الفريقين وهتنتهي بتعادل ايجابي وهتروح ركلات الترجيح. اهلا بحضراتكم مره ثانيه. قبل بالظبط 27 دقيقه من انطلاق قمه نهائي بطوله كاس مصر ما بين الاهلي والزمالك بحضور جماهيري وصل او المقرر فيه 2500 لكل فريق، وبحضور كل المسؤولين من الناديين في قمة نترقبها جميعا وننتظر من سيتوج بها. هل يحقق الزمالك ثنائية من الموسم الماضي بعدما حصد الدوري هتكون خامسة في تاريخه، أم ينجح الأهلي في افتكاك بطولة كأس إلى جانب كونها بطولة يحسم بها مساره في الدوري؟ الكلام على المواجهة نفسها وعلى تأثيرها على الدوري فيما هو قادم، كابتن ضياء كابتن وليد شايفينها إزاي؟ انا بشوف انها هتؤثر كبيره، ماتشات يوم الاحد هتؤثر طبعا، الاهلي و يا اما غيابات يا اما حاله معنويه، الاهلي والجونه الزمالك مع سموحه ما عندناش درجه الوعي الاحترافي الكبير جدا انك تقدر تنقل نفسك من مباراه لمباراه. احنا بنعيش
معاناة مع الهزيمة وبنعيش معاناة مع النصر. ففي الحالتين بتأثر يعني. لم نصل إلى درجة الدرجة الاحترافية إنك أول ما ماتش بيخلص بتبتدي تفكر في اللي جاي، سواء بقى ماتش بطولة، سواء ماتش دوري، سواء أي نوع من 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 النوعية، سواء أنت فريق كبير أو فريق متوسط، فريق كبير أو متوسط، لأنه إحنا عندنا نوعية الجمهور قاسية جدا، قاسية في المكسب وفي التحفيل وفي فتخرج اللعيب من حالة التركيز للنشوة لأنه أسترخي في اللي جاي. دي لقطات لجمهور الأهلي دلوقتي، الأجواء شكلها حلو، لكن طبعا يعني وحشنا برضو استاد القاهرة وهو متقفل في ماتشات أهلي وزمالك. أنا استغربت لما المراسل قال قال أكثر من 4000، لكن دي حاجة بصراحة حاجة تحزن. حاجة تحزن العدد بتاع الجمهور ده، صح، سواء للأهلي أو الزمالك في ماتش نهائي كاس. ده حتى تسويقيا ما تسوقش. يعني حتى تسويقيا للحقوق وللرايتس ما اعتقدش انه 20,000 و20,000. على فكره الكلام ده حلو قوي ومهم قوي نسمعه من واحد زي الكابتن ضياء السيد، طبعا مدرب لمنتخب مصر، وحس وبالتالي هو عارف تاثير غياب الجمهور على اللاعبين، وعاش اجواء بقى مؤخرا جدا مع المنتخب. انا لسه بقول لوليد على ما على موضوع امام عاشور، ايه اللي امام كان المفروض اتزنقنا في الباك رايت وانه هيلعب على مانيه في النهائي. فاحنا بنجهز امام، فالراجل بيقول امام نجهزه ازاي، وامام ده بوي صغير على في الموجود في المنتخب، لعيب كويس وعنده شخصيه فسالنا سؤال ما عرفناش يعني. لكيروش قال لكم ايه؟ قال لك هو امام اخر ماتش يعني عنده كام سنه؟ قلنا له 22. طب بقى لكم كام سنه بتلعبوا من غير جمهور؟ قلنا له من 2011. فقال يعني كان عنده كام سنه؟ 9 سنين 10 سنين 11 سنه. وجاي يشوف على يشوف الجمهور دلوقتي. فدي نواقص في الكوره، نواقص في تكوين شخصيه اللعيب، وبتضر المنتخب، بتضر المنتخب، بتضر المنتخب. ده كمان امام اللي نفعه انه لعب مع المنتخب الاولمبي، صح، وانه في النادي الزمالك لعب في افريقيا، ولعب بيلعب مع في عنده سند اعلامي كبير، وعنده نادي كبير بيسنده. فتخيل ده لما يمشي على كم لعيبه كتير، يعني كم لعيبه كتير. ففي لعيبه كبيره ظهرت ومتالقه في انديتها برضه ما لعبتش بجمهور، صح، وهي كبيره. ده بتكلم على امام، صح، اللي هو صح شاب، صح، واعد يعني ان شاء الله يعني. فطبعا الشكل الجمهور ده يحزن طبعا. دي عنوان قوي جدا، مهم جدا. لا طبعا لازم الجمهور يزيد يعني. اجواء حماسيه واللي موجودين بيحاولوا وبيوصلوا للاعبين، لكن مش اهلي وزمالك لسه، مش نهائي كاس مصر لسه. ايوه هادي يعني انت بتتكلم برضو كابتن ضياء، طبعا حته الجمهور دي بتخليك تاكل النجيله بلغه الكوره. انت واحد بقى لعبت نهائيات افريقيا في المغرب وفي مصر، وعشت اجواء مع منتخب وليله يعني. الحمد لله. بس يعني حته الجمهور دي بتفرق يا كابتن، بتفرق يعني جدا. ان انت مجرد مثلا ان انت نازل تسخن وتلاقي الجمهور، وكابتن ضياء طبعا استاذنا في الحاجات دي، وعملت باص كويس ولا رقصت ترقيصه كويسه، شوف تفاعل الجمهور معاك. في نفس الوقت برضو لو عملت حاجه سلبيه هتلاقي الجمهور برضو بيتفاعل معاك، صح. فانت حته بيفوقك طول الوقت، الاجواء الطبيعيه لكره القدم، صح، وما تغلطش عشان ما تلاقيش رد فعل مش كويس من الجمهور. فاغلب اللعيبه فعلا اللي كنا بنعاني منها في منتخب مصر الفترات اللي فاتت، وفي الاهلي والزمالك برضو لما بيلعبوا افريقيا يا كابتن بره، حته الجمهور، صح. انت ما عندكش ضغط، اللعيبه ما عندهاش ضغط الجمهور، ما تعودوش عليه. ما تعودوش ان انا لما انتقلوا السوشيال ميديا، صح، بالظبط. لو انا عملت ميس باص مش في دماغي دلوقتي ان انا لو عملت كره مقطوعه او الكلام ده كله، لكن زمان او في جمهور، لا انت مركز تماما في كره طالع من رجلك راح لمين. بالمناسبه ده فيتوريا المدير الفني لمنتخبنا الوطني الجديد، وصوله الى استاد القاهره لحضور القمه، كويس ان وصوله جاي تزامنا مع كلامنا عن الجمهور، لان اكيد دي برضو نقطه هتشغل افكاره، هتخليه يركز انه ازاي يعرف يدخل اللاعبين في اجواء جماهيريه، في معتركات داخلينها الفتره اللي جايه، في عدد قليل في اهم مباراه في الكره المصريه. فزي ما علق كيروش اكيد ده هيكون
يعني حاجه بتلفت انتباه فيتوريا. ده سياق كره القدم. صح. احنا رحنا المشوار ده قبل كده. رحنا كتير مشوار الملعب. فطبعا هيتكلم فيها وهيتكلم في الملاعب. اي حد هيجي لك من اوروبا هيتكلم في الحاجات دي. صح. لانها اساسيات. خصوصا للمنتخب. صح. هتلاقيه بيتكلم في حاجات مهمه. صح. جدا لارتقاء بالمنتخب. وعلى يراها فكرة المتابع ربما يراها مش اساسيات حجج. عايز اقول لك حاجه. احنا عودنا المتابع. عودنا المتابع على عدم وجود الجمهور. عايزين نعوده. صح. على وجود الجمهور. واداريا وانت اكتر مني درايه بده. تسويقيا طبعا. تسويقيا طبعاً. لكره القدم بتاعتك. انت بتعمل ماتش السوبر في الامارات الملعب بيتقفل مصريين. ده احنا يا كابتن مصريين. احنا مصريين بنستنى ماتشات ديربي المغرب دلوقتي عشان نشوف اجواء الجماهير. نشوف فين لما كنا احنا اللي بنقعد نحتفل باجواءنا الجماهيريه. يعني برضو على فكره هو في خطوه ايجابيه على الاقل السنه دي انه العدد زاد عن الموسم اللي فات. تبقى خطوات بالظبط. هو برضه عايزين نقول يا كابتن ان احنا برضه الملف ده هو شائك شويه. احنا بنطالب بيه بالجمهور لكن برضه الناس اللي مسؤوله عن الملف ده ممكن يبقى هم عندهم درايه برضه او عندهم ما هو احنا نقطه برضه وليد عشان نساعدهم. الملف بقى بيتسهل يعني ان هم ابتدوا في ماتشات كان فيه 5000 واتسمح ب 20000 في ماتش الاهلي في افريقيا. صح يا هاني؟ ممكن يا كابتن في افريقيا اتسمح ب 20000 ماشي. صعبه متهيألي. لا ما فيش صعبه خالص والله. ما هتبقى في مشاكل او في حاجه اتمنى انها تتحل كابتن. يعني هو برضو يعني وصلنا لمرحله ان العدد وصل اهو ال 5000 بعد ما كان صفر من اقل من سنه. لا لا لو الاهلي والزمالك بيلعبوا بعض في افريقيا وقعوا في انهم يلعبوا بعض بالظبط. لا في عن القدره موجوده والاراده اصبحت على الاقل موجوده بعكس السنه اللي فاتت. ما كانش عندك جمهور ولا قبلها. فاحنا الكلمه اللي قالها كابتن ضياء عن الخطوه خليها خطوات ده اللي ممكن يبقى مهم ان احنا نحط في اعتبارنا انه المشهد ده عايزينه يتغير في اسرع وقت ممكن. هو هيتغير ان شاء الله بس السرعه هي المهمه. مساله وقت. مساله وقت. فازاي انت تعجل تحطه في اولوياتك. بس خلي بالك عشان القمه ما بتحصلش كل اسبوعين ثلاثه. دي في السنه مرتين او ثلاثه بالكثير يعني. عموما كمان ان انت مع الوقت او الخطوات اللي الكابتن ضياء قال عليها ان انت هتفيد منتخب مصر. لان انت لازم اللعيب يلعب دي مربط الفرس. لازم يلعب تحت ضغط. ده مش هترتخي اللعيبه والمنتخبات بتاعتك غير بجمهورك. بضغط الجمهور. احنا واحنا في افريقيا كنا حاسين مع كل مكسب. يقول لك المولات والكافيهات كانت مليانه من الجمهور. ده لما تبقى انت بتلعب على ملعبك. احنا ماتش السنغال حاجه مشرفه. صحيح. جدا. صحيح. واللي عمل ماتش السنغال يعمل ماتش الاهلي والزمالك. احنا قادرين نعمل ده. بس هي زي ما قال هاني ارادتنا لازم تبقى اقوى في ان احنا نعدي الخطوه دي. بس برضه يا كابتن ونبص لمصلحه المنتخب او مصلحه لعيبتنا لان الجمهور ده جزء اساسي طبعا. من تكوين شخصيه اللاعب وهو بيلعب بيمثل بلده في ماتشات مهمه وتحت ضغط جماهيري زي اللي شفناه في السنغال. لازم مهم جدا ان اللعيبه تتعود على النقطه دي. في هذه الاثناء مؤمن زكريا برضه نزل لارض الملعب حاملا اللي هو المستشار طبعا الرياضي لشركه تذكرتي بوكي ورد للجمهورين وراح عند جمهور الزمالك في لفته رائعه جدا. هو نجم الزمالك السابق طبعا وقدم لهم بوكي الورد وجمهور الزمالك رد عليه بنحبك يا مؤمن النجم الكبير المحبوب من كل فئات الكره المصريه. مع انطلاق صافرة بداية المباراة ما بين الأهلي والزمالك في نهائي بطولة كأس مصر هيكون برضو حفل جوائز الأفضل على مستوى القارة الإفريقية بتبدأ مراسم التتويج فيه اللي بيتنافس فيه نجمنا محمد صلاح مع ساديو ماني وإدوارد مندي على لقب الأفضل. محمد صلاح في الوقت اللي كان ماني بينزل صورة أنه متجه من بعد مباراة بايرن الودية اللي سجل فيها أول أهدافه من ضرب الجزاء إلى المغرب بيقول أراك قريبا يا مغرب. كان محمد صلاح في نفس التوقيت بيسجل في مرمى لايبزيج في مباراة ودية بيتقدم فيها حاليا ليفربول بأربعة فيها هاتريك لداروين نونيز أول ما نزل سجل ثلاثة. وبالتالي محمد صلاح قد تكون دي مؤشرات لأن ساديو ماني هو اللي هيكسبها. وإن كنا نرى أنه على مستوى الرقمي الفردي محمد صلاح على المستوى الرقمي والتاريخ ومحدش يقول لي دي أصل السنغال راحت إفريقيا أو راحت 2019 مين خد احسن لاعب؟ ماني. ماني. ومين اللي خد البطوله؟ الجزائر. الجزائر. محرز ما خدهاش ليه؟ اه ليه؟ احنا كمنتخب مصر خدنا البطوله كم مره؟
2008 2006 2010 مظبوط. كم مره لعيب مصري من عندك خد البطوله؟ ولا كان يقول لك المحترفين بره. كان اديبايور في عز ما كان امريكا يا توري ودروجبا و صح. طيب كابتن حسن خد البطوله احسن مدرب كم مره وهو واخد البطولات؟ ففي تقصد ان المعايير بتتغير على حسب على حسب القوه اللي موجوده، مين متحكم جوه دلوقتي في جوه الاتحاد الافريقي. هي كده. لكن ما تقوليش جايزه فرديه مع في لعبه جماعيه ما تحسبش كل اللي لا ده انت انا بقول لك اهو مش هروح بعيد 2019 صح. ما هو كان ساعتها ليفربول واخد دوري ابطال اوروبا صح؟ تمام. فده برضو علم يعني طبقا يعني هو الفكره في المعايير غير الثابته. معايير غير ثابته معايير غير ثابته بتيجي برضو على حسب الاهواء طبعا هي حسب الاهواء ومراكز القوه جوه الاتحاد الافريقي. واحنا دلوقتي بره المركز القوه ده اللي موجود حاليا السنغال والمغرب. للاسف يعني فعلا. كيروش على جانب اخر ربنا يشفيه كتب النهارده انه لن يستطيع الحضور بسبب انه مصاب بفيروس كورونا. هو بيتنافس مع اليو سيسي ووليد الركراكي على مستوى جائزه افضل مدير فني. كان كيروش شكر النهارده لكل اللاعبين والجهاز الفني المعاون. طبعا سعيد انه المنتخب بيصفي مع منتخبين كمان في المراحل النهائيه منتخب مصر، وانه مدرب منتخب مصر برضه في المراحل النهائيه يعني. هو شكر الناس كلها. هو فعلا هو كان كلمني الصبح امبارح وقال لي للاسف انا جالي زي عصام الحضري قبل ما يسافر كان رايح يعني المغرب قال للاسف عملت التيست بوزيتيف فمش انا فوجئت انه كتب النهارده الف سلامه عليه. تنافس برضو قوي ما بينه وبين سيسي والرجراجي، وان كان الاثنين الاخيرين هما الاقرب اكيد. واحد الجوائز كلها هتتوزع كمنتخبات وكمدربين وكلاعيبه، هتتوزع ما بين المغرب والسنغال. كابتن وليد هسالك عن صلاح وماني برضو. انت شايفها بتتحسب ازاي على مستوى الاختيار الافضل لو انت ليك الحق في الاختيار؟ ما هي برضو المعايير ايه؟ ما انت كل سنه او كل فتره بتتغير المعايير بتاعتك بتتغير زي ما الكابتن ضياء قال مثل يعني. فانت بتتكلم في مفيش حاجه ثابته انت ماشي عليها. لكن لو جينا بصينا مثلا السنه دي بين ماني وصلاح هنلاقي ان برضو ماني يعني وصل كاس عالم وخد بطوله افريقيا. في نفس الوقت اللي برضو مصر او محمد صلاح وصلنا النهائي وما رحناش كاس عالم. فهي بس افضل لها بس هداف الدوري الانجليزي. أيوة بس خد كل الجوائز الفرديه بالظبط يعني دي حاجه لكن انا بتكلم بلسان الاتحاد الافريقي في الاختيار. لا هو ما قالش كده الاتحاد الافريقي للاسف. لا ما قالش ما نعرفش ما هو اللي اختار يحصل يعني. انت عارف لو هو بيقول بقول لك لو بيقول بالبطوله طيب ما الجزائر واخده البطوله 2019 دي مش بعيد. هي ما اتغيرت احنا خدنا البطوله ثلاث مرات في انجاز ما حصلش 2006 2008 وما فيش لعيبه 2010 لا واحسن جيل لعب كوره في افريقيا صحيح. ما طلعش مره واحده واحد بس منه احسن لاعب في افريقيا. طيب بالعوده الى القمه، لكن قبلها اقول لكم ان برضو محمد الشناوي بينافس زميله اليو ديانج، الاثنين بيلعبوا كمان شويه ضد الزمالك مع الاهلي، الى جانب اشرف داري على مستوى افضل لاعب افريقي داخل الكره الافريقيه. وفي نفس التوقيت وحاليا منتخبنا الوطني للشباب سجل اول اهدافه في بطوله كاس العرب للشباب بهدف سجله احمد نادر في مرمى منتخب عمان قبل ثلاث دقائق من نهايه الشوط الاول من المباراه. جيل طموح واحنا بنطمح انه يقدم الكثير بقياده الكابتن محمود جابر للكره المصريه في السنوات باذن الله المقبله. الى القمه من جديد، متابعات ارائكم قبل انطلاقها مع الزميل محمد زغلول مراسل برنامج الماتش وصدى البلد في الاسكندريه. زغلول تحياتي ليك، عاش من شافك، احكي لنا ايه الاجواء عندك في اسكندريه. تحياتي ليك زميلي العزيز هاني، يعني وحشني كتير وحش جميع جماهيرك داخل الاسكندريه. بالتاكيد هنا يعني الاجواء حماسيه داخل الاسكندريه، تواجد كثيف في جميع الانديه داخل الانديه. احنا موجودين هنا داخل نادي سموحه وتواجد كبير في جميع مراكز الشباب، جميع الكافيهات، الجميع هنا يترقب اجواء حماسيه، خاصه ان المنافسه محتدمه في الدوري، وده اللي انعكس بشكل ايجابي على نهائي الكاس. بالتاكيد مباراه القمه، مباراه النهائي، مباراه هامه للجميع.
الجميع الروح العاليه هي زي ما اشرت ليها داخل استاد القاهره وايضا هنا داخل الاسكندريه في الجميع تواجد التيشيرتات الاهلي وتيشيرتات الزمالك وتواجد الروح عاليه بين الجميع، الجميع يعني على ثقه كبيره انه فريقه هو القادر على الفوز، هو القادر على انتزاع الفوز وانتزاع الكاس، يعني الاجواء هي المسيطره على الاجواء الطيبه ما بين الجمهورين، هو اللي هو يعني ابرز عنوان لي ابرز عنوان نقدر نوصفه داخل مدينه الاسكندريه. بالتاكيد احنا متواجدين معاك هنعرف اراء المتابعين، اراء الاهلي، اراء الزمالك بعد المباراه، ويعني نتمنى قمه رائعه، نتمناها روح رياضيه تطلع بشكل يليق بقمه الكره المصريه. شكرا شكرا الزميل محمد زغلول من الاسكندريه على التقرير السريع عن متابعه الجمهور للقاء القمه بين الاهلي والزمالك. والان الى دمنهور حيث الزميل محمد شريف. شريف تحياتي ليك، بطمن عليك اكيد، وفي نفس الوقت طمنا انت على الاجواء قبل القمه المرتقبه الاهلي والزمالك. تحياتي ليك زميل عزيز هاني حتحوت، وتحياتي لكل مشاهدي صدى البلد وبرنامج الماتش في كل مكان. يمكن هنا من محافظه البحيره ومدينه دمنهور اجواء اكتر من رائعه لمباراه القمه بين الاهلي والزمالك في نهائي بطوله كاس مصر. خليني اقول لك يمكن يعني قبل المباراه بدقائق قليله جدا، يعني توافد اعداد من جماهير الناديين الاهلي والزمالك على محيط شارع استاد دمنهور وشارع نادي العاب دمنهور. يمكن توافد عدد من الجماهير الاهلاويه وجماهير الزملكاويه على المقاعي الخاصه وخاصه نادي العاب دمنهور. زي ما انت عارف نادي العاب دمنهور يعني هو طبعا يعني بيت نجم النادي الاهلي طبعا احمد فتحي طبعا لاعب وسط، ومحمود علاء طبعا لاعب مدافع نادي الزمالك. يمكن اجواء اكثر من رائعه هنا، خليني اقول لك العمليات التنظيميه هنا اكثر من رائعه، يعني الكافيهات بدات من يعني بعد العصر تنظيم الكراسي وتنظيم الاجواء اكثر من الجمهور النادي حرس طبعا عدد من الاسر بجمع يعني الاطفال والشباب اعلام الناديين النادي الاهلي والنادي الزمالك. متوقع ان احنا نشوف يعني روح رياضيه تسود بين الفرقتين وتسود حاله من الروح الرياضيه بين جماهير النادي. يمكن اجواء اكتر من رائعه، وما زلت وانا معاك زميلي هاني يمكن توافد اعداد كبيره جدا بنادي سيتي كلوب ونادي العاب دمنهور ومركز شباب مدينه دمنهور، وطبعا احنا معاك هنا من داخل محافظه البحيره متواصلين معاك الرصد اكثر من اجواء اكتر من رائعه لمباراه القمه بين الاهلي والزمالك في نهائي كاس مصر. دي كانت اجواءنا هنا من محافظه البحيره مدينه دمنهور. عوده للزميل العزيز هاني حتحوت. شكرا جزيلا الزميل محمد شريف. قبل 8 دقائق من انطلاق المواجهة، وخلال الثمان دقائق اللي جاية دي بعض المواجهات على مستوى المراكز داخل أرض الملعب بين الأهلي والزمالك هنستعرضها ورايا هنا على الشاشة، وهنشوف مين ممكن يتفوق على مين أو مين اللي ممكن يظهر بأفضل شكل ليخدم فريقه سواء الأهلي أو الزمالك في قمة نهائي بطولة كأس مصر. البداية على مستوى حراسة المرمى، محمد الشناوي اللي بينافس على لقب افضل لاعب داخل قاره افريقيا لكن عانى اهتزازا بعض الشيء في المستوى في مواجهه محمد عواد اللي لم يبدا الموسم اساسيا لكن يعيش افضل فتراته على مستوى حراسه المرمى حاليا. كابتن ضياء، كابتن وليد، مين ممكن يكون ليه راي في تحديد اتجاه اللقب النهارده؟ الاثنين. الجونين لازم يعدوا بشكل مهم جدا. مركز مهم جدا بيدي ثقه لكل الفرقه، اي انقاذ بيعلي روح الفرقه وبيخلي الفرقه مطمنه بشكل كبير جدا على ان تسجل. ما تحطوش تحت ضغط الانقاذ طول الوقت. ايوه، انه ده معناه ان عندك خلل دفاعي. الخلل الدفاعي انه مش طول الوقت هيبقى يعني ماتش المحله 99% من مكسب الزمالك كان عواد. كتر الكور اللي انقذها كانت اكتر من اللي المفروض يبقى على نادي الزمالك. فدورهم مهم جدا الاثنين، يعني دورهم مهم. مين الافضل حاليا؟ هو اخر ثلاث ماتشات عواد عمل ثلاث ماتشات كويسين جدا. الشناوي في اخر ماتشين او اخر ثلاث ماتشات في خلل دفاعي. والخلل ده ما اثر برضو عليه، هو ما يعني ما ظهرش في احسن حالاته يعني. لكن كل ده يتغير لانه بقى له ست سنين مستواه عالي. بقى له ست سنين نمره واحد، عشان كده الاهلي دعمه قائلا سوبر شنو. قبل انطلاق المواجهه سهل الرجوع لحالته يعني. كابتن وليد، الشناوي انا من الحراس اللي انا بحبها جدا ومستواه ما شاء الله
عالي طول الوقت واساس منتخب مصر فتره كبيره جدا وشال النادي الاهلي في ماتشات كتير. لكن الفتره اللي فاتت دي القريبه يعني المستوى عموما لعيبه النادي الاهلي كلها متذبذب وده مش عيب يعني. لكن كامكانيات وقدرات لا الشناوي عالي جدا وهي مساله وقت عشان يرجع تاني. عواد ال يعني انا احييه على حاجه اللي هو كان بيتهاجم في البدايات خالص وكان بيطلع بره ال 18 وما كانش الحاجات اللي هي في الاول، لكن الراجل صبر ومسك في الفرصه وما شاء الله في الفتره دي هو اللي شايل يعتبر شايل نادي الزمالك وماشي بمستوى كويس جدا. ضربات الجزاء بيصدها عنده ثبات جوه الملعب واداء كويس. عايز تقول ايه؟ نزلت صباعي. عايز اقول كلمتين. نزلت صباعي. كمل كمل. اكمل مش هسال تاني والله ما هسال تاني. اتفضل. قطعت حبل افكارك. ما انت بتعمل كده خلاص. انا قول خلاص. كابتن وليد صلاح عبد اللطيف نجم الكره المصريه والزمالك، كابتن ضياء السيد نجم الكره المصريه والاهلي، استمتعت بالحوار. خلي بالك انا اقول حاجه بس بسرعه. كلمه سريعه من هنا ومن هنا. كابتن ضياء اتكلم اكتر مني بس انا ماليش دعوه. بعد الماتش هتكلم اكتر. نحسبها؟ اوعدك. طيب. اهلي وزمالك. الان نزل اللاعبون الى ارض الملعب لاعبو الاهلي والزمالك تمهيدا لانطلاق مواجهه القمه في نهائي بطوله كاس مصر 2020-2021. كل التوفيق للفريقين ولطاقم التحكيم البولندي وللجمهور هناك لنرى مباراه باذن الله ممتعه. نلتقي بعدها باذن الله على الهواء مباشره مع النجمين الكبيرين ضياء السيد وليد صلاح عبد اللطيف لنشوف مين توج ببطوله كاس مصر في النسخه الماضيه. تحيات كل فريق العمل وتحياتي هاني حتحوت. نلتقي بعد المباراه، نراكم بعدها. توقعاتي بالنسبه للمباراه طبعا هتبقى مباراه صعبه وهتبقى على الاهلي صعبه جدا، لان الاهلي طبعا خارج مباراه خسران منها بدنيا ما هوش جاهز، عنده غيابات. فبالنسبه لتوقعاتي انا بعيد عن انتمائي للنادي الاهلي يعني شايف ان نادي الزمالك هو الاقرب للفوز. الزمالك مستوى ثابت، النادي الاهلي عنده غيابات متاثر بدنيا، فالامور شايف كده ان هي ايه ماشيه لصالح نادي الزمالك. وطبعا مباراه الاهلي والزمالك طبعا مباراه مرتقبه لكل جماهير مصر كلها، الناس وخارج مصر الناس كلها في انتظار هذا اللقاء ومتشوقين ان هم يشوفوا مباراه جيده وتطلع يعني تليق باسم مصر وتليق باسم القدمين. لكن بالنسبه للمباراه طبعا الاهلي في الفتره الاخيره طبعا كانت الحاله بالنسبه له سيئه جدا والاداء كان ضعيف، ده طبعا اجهاد وارهاق بالنسبه للاعيبه خلال الفتره السابقه. نادي الزمالك برده عنده غيابات، فطبعا المباراه دي هتبقى يعني تبقى خارج حساباتنا او خارج حسابات توقعات لان فيها عوامل كتير بالنسبه للغيابات في نادي الزمالك، بالنسبه للاجهاد، بالنسبه للعبة النادي الاهلي. لكن برضو النادي الاهلي في المباريات اللي زي ديت بتبقى يعني ذو طابع خاص بالنسبه له. يمكن اللعيب النهارده لو هو حتى مرهق او تعبان هيجي على نفسه ان شاء الله ويعمل مباراه كويسه جدا، وانا بتوقع ان شاء الله فوز النادي الاهلي بالبطوله. طبعا ماتشات الاهلي والزمالك طول عمرها ما لهاش مقياس بنسبه 50-50. الاهلي بيبقى في افضل حالاته وممكن يتغلب، وعلى عكس نادي الزمالك ممكن يبقى في افضل حالاته والاهلي بيكسب. فان شاء الله باذن الله، والاهلي بيمر بفتره عصيبه اليومين دول، بس باذن الله احنا واثقين في النادي الاهلي يمرض ولا يموت، وباذن الله النتيجه هتبقى باذن الله 2-0 النادي الاهلي. وطول عمر الماتشات الكبيره ديت ملهاش مقياس، فانا كاهلاوي فبتمنى الفوز للنادي الاهلي وان شاء الله النتيجه تطلع لصالح النادي الاهلي 2-0 ان شاء الله. والله نتمنى الفوز طبعا للنادي الاهلي وربنا يوفق الزمالك. احنا في الاول وفي الاخر احنا كلنا بلد واحده، والنادي الاهلي انا بموت فيه، بحب النادي الاهلي واتمنى له الفوز طبعا، وان شاء الله متوقع نتيجه بفوز النادي الاهلي 2-1، لان برضو النادي الاهلي عنده يعني عنده مشاكل اليومين دول. فربنا يوفق الجميع، بس اهم حاجه الروح الرياضيه بين الفريقين، محدش يزعل، محدش يتنمر على حد، وربنا يكملها بالستر. الاهلي والزمالك ما لهاش توقعات، ودايما ده المصطلح الدارج يعني، ولكن طبعا انا كزملكاوي بتمنى فوز الزمالك. الزمالك الفترة دي الحمد لله عنده سكواد كويس جدا ومعنا مدرب محترم جدا وخبرة وماشيين بخطة ثابتة، فنتمنى فوز الزمالك ونتمنى في الأول وفي الآخر إن الماتش يليق بسمعة الكرة المصرية. فنيا النادي الأهلي يمكن الفترة الأخيرة دي بيمر بتعثرات كتير على المستوى حتى البدني والمستوى الفني،
مع تغيير المدرب الجديد، مع ان الامور برضو مش شويه فنيا مش ماشيه معاهم، مع الاجهاد اللي مصاحب اللعيبه وكثره الاصابات. نادي الزمالك يمكن الفتره اللي فاتت دي كان على عكس بيمر بانتعاشه كبيره جدا، معاهم مدرب خبره محنك فيريرا، بصراحه قدر يعمل من قماشه تكاد تكون يعني متوسطه حاجه كويسه جدا. فلو انت بتبص على المستوى النفسي والفني تلاقي نادي الزمالك فرصته افضل، لكن دايما ماتشات الاهلي والزمالك ما بتخضعش لمين افضل قبلها، هي بتبقى حاله اللعيبه يوم الماتش وتركيزهم، وبترجع برده لاتزان اللعيبه النفسي داخل المباراه. نادي الزمالك الموسم ده شغال كويس قوي، كابتن مستر فيريرا شغال شغل عالي قوي قوي، راجل بيعرف يلعب المباراه، بيلعب كل ماتش لوحده، بيعرف يلعب الفرق بالظبط، بيعرف يقرا الخصم، حاجه جميله. اللعيبه كمان بسم الله ما شاء الله بتنفذ كويس قوي 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 قوي، وطبعا النجم الكبير نجم مصر كابتن شيكابالا له دور كبير قوي قوي قوي، قائد بره وقائد جوه بسم الله ما شاء الله عليه. ونادي الزمالك بسم الله ما شاء الله الموسم ده كلاعيبه كلهم يعني ال 25 30 لعيب الموجودين بالولاد الصغيرين يعني الله اكبر عليهم ربنا يحفظهم، بيأدوا حاجه جميله قوي متعنا احنا كجمهور زمالك السنه دي عن اي سنه ثانيه. الفرقتين طبعا مركزين قوي في الماتش ده. بالنسبه لنادي الزمالك طبعا الفتره الاخيره ماشي كويس جدا وبيكسب وفي توفيق معاه وبقى في عندهم ثقه المكسب. والنادي الاهلي طبعا الدنيا مش متظبطه شويه، ماتش اي وماتش لا، فهو ماتش هيبقى صعب جدا لاني برضو جاي في وقت صعب نهايه الدوري وده نهائي كاس، فاللي ممكن ياخد نهائي الكاس ربنا يكرمه وياخد الدوري، فالدنيا هتبقى صعبه شويه. والله هو كوره رجوله، طول ما هم طول ما الفريق رجاله في الملعب بيقدروا يعملوا اللي هم عايزينه، ان شاء الله شيكابالا وزيزو وبن شرقي يقدروا يصنعوا الفارق وبالعزيمه والاصرار يقدروا يعملوا اي حاجه ان شاء الله. الاهلي طبعا بيسعى جاهدا لتصحيح اوضاعه، لتحقيق مكسب بطوله هتكون تفرق كتير جدا في مشوار الجيل الحالي للنادي الاهلي. شايفين طبعا مؤخرا سلسله انكسارات وهزائم وفقد نقاط في الدوري بالنسبه للاهلي وتغيير جهاز فني او اضافه مدير فني مع كابتن سامي قمصان. الناحيه الثانيه نادي الزمالك بيعيش ازهى ايامه، مجموعه من الخبرات مدعمه بعدد من الناشئين، شايفين طبعا المباراه هتبقى قويه جدا 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 هنستمتع بيها جمهور مصر وجمهور العالم العربي والافريقي ان شاء الله. طبعا مباراه الاهلي والزمالك يعني هي مباراه خارج التوقعات، يعني الاهلي بعد مباراه بيراميدز انا شايف ان النادي الاهلي قافل على نفسه شويه، في تركيز كبير جدا، الاهلي طبعا الانديه اللي ما بتحبش تخسر مباراتين اتنين ورا بعض، فالمباراه طبعا شايف النادي الاهلي داخلها بتركيز كبير جدا، كذلك ايضا نادي الزمالك طبعا نهائي وطبعا دي بطوله، فطبعا هتكون مباراه قويه جدا يعني خارج التوقعات. انا يعني توقع الشخص ان شاء الله الاهلي هيكسب، وامنيته طبعا النادي الاهلي ان شاء الله النادي الاهلي هيكون الاقرب للفوز في هذه المباراه.